قل تفضل. احكي عندي لك حاجه. باحترام ال تفضل. اوكي اوكي تفضل اوكي. معليش. واصل واصل واصل. لانه احترام يعني الاحترام بيخلي الناس تتفاهم وتبقى وتحل مشاكلها بطريقه يعني راقيه. عدم الاحترام حاليا هو اسوء حاليا، حتى في المرض في التطور اللي حصل له، ان الناس بترفض انه ما في مرض اساسا. أكيد في عندنا مشكله في الحياه دي. أكيد أكيد تبتدى الحاصل يعني. ايوه، فيا ريت يعني لو احنا بس رجعنا دور المدرسه ودور المعلم وبتاع، فبدأنا نحترم المعلم ونحترم التعليم، كان اي مشكله تتحل. احلى حاجه. صح بالضبط كده. انا اعتقد ذات المعلم ذاته فقد الاحترام، افقد الناس الاحترام. يعني تلقى المعلم بينزل لمستوى يخلي الناس يكسروا الحاجز بتاع الاحترام. الله يرحم. هي المشكله دكتور الظروف الاقتصاديه. حقيقي الظروف الاقتصاديه بتخلي الانسان يتنازل عن حاجات كثيره. في ضغوط كثيره حصلت السنين اللي فاتت دي. صح. بعدين يعني زمان ما كان في مدرس بيقبل يعمل دروس خصوصيه، لكن حاليا المدرس بيضطر انه يمشي للطالب في بيته. صح كان يقدر يعيش يعني. مرات يعني المؤسسة تجبر على انك انت تتماشى في حاجات ما مفروض تتماشى فيها. وكمان نسبة كبيرة نسبة كبيرة من المعلمين بيجوا هم زي ما تقول المالك اللي شغلانه، قال يا اخي خلينا ابقى مدرس. زمان 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 يا خالد كان بيقول انه التدريس ده مهنة لا مهنة له يعني. ايوه اي عشان كده. بالعكس بالعكس انا بحس انها يعني مهنه بتاعت الانسان للناس اللي بتحب العطاء يعني عموما يعني. وهو المشكله بتبقى بعد الكومبرومايز ما بين شنو، ما بين انك انت عايز تلبي احتياجات اهلك واحتياجات اسرتك واحتياجاتك الشخصيه، ومقابل انك او مقابل انك عايز كمان شنو، او في الاتجاه الثاني عايز تتبع المهنه الشريفه دي والرساله ما شاء الله عليها دي، فبتلقى نفسك بين شقين راحه. تمام. اوكي يا شباب، انا قدرت معلش المقاطعه، قدرت بس اعمل بث في اليوتيوب وعملت له ريدايركتنج في الفيسبوك. ف اوكي تمام، فان شاء الله يهوب انه الامور تكون تمام يعني كويس. قطعت له ركن النقاش. معلش اسف جدا. فبحكي لكم حاجه سريعه كده. احنا شغلنا بموضوع لحد ما تجيب التعمل. بس احكي لكم حاجه سريعه بمناسبه احترام الاستاذ. كنت بدرس في جامعه ساسكس في بريطانيا. معليش في الصوت. جو اهيد. طيب ف يعني بدرس الطلبه معظمهم كانوا عندي في يعني كان هو ماجستير يعني ماستر كورس، فكان معظم الطلبه تقريبا 98% من الكلاس كانوا تشاينيز. فالمهم بزعلهم يعني ها فاهمين ما في واحد بيجاوب لي، ما فاهمين ما في واحد بيجاوب. يعني انا الموضوع ده يعني كنت جديدا يعني ده اول لي سنه وكده يعني. فالموضوع ده عمل لي يعني دبرست جدا يا جماعه، يعني معناه الاولاد دي ما فاهمين، اول الطلاب دول ما فاهمين وما داري يحرجوني يعني. فالمهم ياكله في حناني طبعا، كل مره بيجي ما في اي رياكشن يعني، الا واحد كان في واحده ايطاليه واثنين بريتش يعني انجليز، فاديل بيقول لي يس نو كده يعني ايوه. المهم بعد فتره كده كان عندنا اجتماع بتاع الاجتماع بتاع قريب يعني نهايه السنه، فواحد من الدكاتره اشتغل في الصين يعني، فبيتكلم عن الكلتشر وشنو نفس الحاجه اللي بيتكلم عنها امبارح. فقال هناك في الصين ممنوع الطالب يتكلم مع الاستاذ، يعني مش ممنوع يعني ما حاجه كده يعني في الكلتشر بتاعتهم. فحتى لو في طالب يتداخل مع الاستاذ يتكلم معه او كده في اثناء الكلاس، لما يطلع برا يعني حيشاكلوه، يقول انت ليه تكلمت مع الاستاذ وكده. كويس. فقلت له يا اخي الله ينصر دينك يا اخي، ما كان من زمان انت تقول لي الحاجه دي يعني. الصينيين طيب يا شباب، السلطه بتاعتهم بصوره قويه جدا، من اكثر الشعوب اللي بتكون ملتزمه بالكلتشر يعني، ما بتغيروا ما بتخرطوا في المجتمعات بسهوله. نعم. فبيجي نعم. بيكون زي المكنه في يعني في العاده. بعدين موضوع
احساسهم تعب يعني تحسهم اقرب للماشينري اكثر من انه يكونوا هيومن بين يعني. سبحان الله. طيب يا شباب المدرسه جميله وكذا نبدا جدا طيب تمام. في حقيقه يعني في انا داير الرساله دي يا ريت الناس في الفيسبوك يسمعوني اتواصلوا معي ما شاء الله يعني والله يعني انا يعني خجول جدا يعني انه الرسائل كميه الرسائل اللي جاتني في الفيسبوك في صفحتي وفي الرسائل الخاصه وكذا وشباب كتار جدا يعني وشباب بيطلبوا انه يدخلوا معانا في الكورس ده وكذا لكن يعني انفورشنتلي يعني انا الزوم تاني ما حقدر ادخل فيه ناس زياده لانه يعني الكلاس لما يكون كبير انا ما حقدر اعمل له اومنج بالذات في الحته بتاعه التصحيح والحته بتاعه المتابعه وكذا يعني فاي زول يعني ما قدر يخش معانا يعني لحد الان فام سو سوري يعني يعني لكن انا ان شاء الله باذن الله بعد العيد بعد الشباب دي ان شاء الله امورهم كلها تكون تمام وكذا ممكن نفتح كلاس ثاني يعني حتى انا بعد اسبوعين بكون في اجازه ممكن نعمل واحد الصباح واحد المساء عشان اكوموديت الناس اللي في السودان ذاتهم عندهم مشكله بتاعت شبكه وكذا يعني فبعتذر جدا والله بعتذر يعني يعني بقول في الكلام ده وانا والله حاسس بذنبي يعني انه ما قادر تواكموديت الناس دي كلهم لكن الواجب بحتم علي انه معاي ديل الان او يعني اراغبهم بصوره دقيقه واعرف انه الكويزز صحيحه ليهم وكده فالموضوع ده يعني بياخذ وقت ما عادي يعني فبعتذر لاي زول ما قدر يخش معنا المره دي لكن وعد الكورس ده حيكون متواصل لحد ما ندرب لنا بنهايه السنه كده ان شاء الله 500 مدير بتاع مشروع ان شاء الله عشان يغيروا لنا الحاجه في الواقع هناك في السودان وكده يعني ممتاز ممتاز ان شاء الله ربنا لازم يسويك يا دكتور ان شاء الله باذن الله فام سوري يعني حتى يا جماعه هنا عندنا ناس في الزوم معايا انا في الكلاس فما ما قاعد يعملوا الكويزز فبديكم فرصه لحد نهايه الاسبوع لو اي زول يعني لقيته ما اكتف فحعمل له ديسميس يعني معليش يعني انا رسلت لك يا دكتور ياسين رسلت لك لا ما انت لا انا لا انت تمام امورك تمام لكن في ناس ما عملوا ولا واحد ولا اثنين ولا ثلاثه يعني ولا حتى يتواصلوا معانا انه المشكله بتاعتهم شنو يعني يا دكتور معليش بدون مقاطعه الاول الكويز الاول ده شايفه ما فتح انت قلت انه رجعته ثاني جدا انا امبارح حاولت افتح الغريبه انا عملت له تشيك بعد كلامك لقيته انه فاتح يعني لكن ما مشكله كتبتها عندي ان شاء الله بعد الاثنين اللي بعدهم فاتحات انا حتى فتحتهم مرتين اوكي نو بروبلم ما في مشكله اديك العافيه دكتور طيب يا شباب نبدا انا حبدا الكويز الليله ما حنرجع لها بعدين او يعني اعتقد انها بقت واضحه الكويز لانه تناقشناها في الجروب فانا بقترح انه الكويز دي خلاها نناقشها في الجروب عشان ما تاخذ وقت من المحاضره مش الوقت انا لكن الديتا لانه الناس في السودان والانترنت ايشوز والحاجات دي وكده فانا برا انه نبدا المحاضره طوالي بعدين الكويز نناقشها في الواتساب جروب اوكي تمام يا شباب تمام اوكي يلا نبدا بسم الله الرحمن الرحيم طيب خلوني اعمل شير للسكرين وروني انكم لو شايفين السلايد ايوه شير يس ايوه يس اوكي تمام طيب ان شاء الله الليله احنا تكلمنا عن البروجكت مانجمنت بروسيس الليله حنتكلم عن الاكتيفيتي بتاعتها التاسك انت في اي مرحله مفروض تعمل شنو الحاجات اللي انت مفروض تعملها فالليله حنتكلم عن الهاي ليفل ديتيل بتاعتها يعني بصوره عامه بعد ذاك بنخش في اي واحده بالتفصيل ف الاجنده بتاعتنا الليله ان شاء الله حنتكلم شويه عن البروجكت مانجمنت بروسيسز بعد شويه حنتكلم عن الانيشيتنج جروب والبلانينج والاكسكيوتينج والمونيتورينج كنترولينج والكلوزينج حنجي نشوف اي واحده مفروض احنا نعمل شنو فيها طيب ده الـ 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 الصوره دي انا جبتها بس من الكتاب من البين بوك جايد اوكي ف الحاجه دي يا جماعه المهمه جدا جدا البي اتش دي مهمه دي يعني يا ريت لو اي واحد عمل لها قدر يعمل لها برينت اوت وتكون معاه طوال يعني فتعلقها في مكتبك في البيت عندك في المطبخ في اي حته لان الحته دي بتحل لك مشاكل كثيره جدا التيبل ده اوكي اول حاجه في التيبل ده زي ما انتم شايفين هنا دي فوق دي البروسيسز يا جماعه اللي هي الانيشيتنج والبلانينج والاكسكيوتنج والمونيتورنج اند كنترولنج
وفي كلوزنج. طيب عندنا حاجه يا جماعه زي ما قلنا امبارح انا عملت لامينشن سريع كده اللي هي الحته بتاعت النوليدج اريا. النوليدج اريا يا جماعه مقصود بها انك انت المعرفه شنو المفروض تكون عارفها عشان تنفذ بها الحاجات دي. يعني انت المعرفه شنو عشان تعمل بها الانيشيتنج اوكي، او في الانيشيتنج انت مفروض تعمل شنو بالضبط يعني كويس. يعني احنا عندنا واحده من في الانيشيتنج قلنا ديفلوب البروجكت كارتر. يس الديفلوب بروجكت كارتر دي يا جماعه اللي هي ميثاق بتاع المشروع هو في الانيشيتنج، لكن في نفس الوقت بيقع في حاجه اسمها البروجكت انتجريشن مانجمنت. وين؟ في النولج اريا. Knowledge area عندنا البروجكت انتجريشن مانجمنت في الـ دي اسمها نولج اريا ودي اسمها البروسيسز يا جماعه. طيب انا البلان بتاعتي ان شاء الله حتكون كيف. اول حاجه حديكم الليله فكره عامه عن الحاجات اللي من اعمالها شنو ضروريه في الـ في الـ في الـ في الـ في البروسيسز. بعد ذاك بجيف من البروسيسز بجي بمسك النولج اريا. بعد ما نعمل النولج اريا كلها هنقفلها. نعم بعد ما نكمل النولج اريا كلها بعد ذاك بنجي راجعين ثاني للبروسيسز على اساس انه نحن نقفل كل الثغرات. فلو لاحظتوا انا في البلان رسلت عليكم اول يوم يعني انا عامل الحاجه دي يعني، فبالطريقه دي انا لقيت انها مريحه جدا جدا. اول حاجه انت بتكون ماشي ستيب باي ستيب اوكي، يعني كانك انت شغال في 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 مشروع. بعد ذاك لما تنتهي من النولج اريز دي كلها انت بتكون اوريدي كفرد البروسيسز اوكي. لكن ثاني نحن حنجي نعمل لها ريفيجن على اساس انه تو ميك شور انه لو في حاجه مثلا ما فهمناها في معلومه جاتنا جديده كويس غطت لنا الثغرات، بعد ذاك الواحد بيكون جاهز للامتحان. تمام يا شباب؟ تمام. دي بالنسبه لل بالنسبه لل ال, ال, البلان بتاعتنا. نجي راجعين للانيشيتنج. في الانيشيتنج يا جماعه خلوني امشي لكم سوري للسلايد الجايه. طيب ال الحاجه دي هتشوفوها كثير جدا جدا يا جماعه، الشكل ده هتشوفوه كثير جدا. اي واحده من النولج اريا هنا ديفلوب بروجكت كارتر اوكي. انت عشان تعمل عشان تصل للبروجكت كارتر اللي هو ده بيكون الاوتبوت بتاعك هنا، انت مفروض الانبوت تكون شنو اوكي. الانبوت دي دائما يا جماعه بتكون يا تاسك يا دوكيومنت اوكي. طيب انت في تولز وتكنيك بتستخدمها هنا يا جماعه، بتستخدمها للانبوت دي عشان تصل للاوتبوت. يعني مثلا البروجكت كارتر الميثاق بتاع البروجكت، الميثاق بتاع البروجكت ده انت هتصل لك كيف؟ اول حاجه الانبوت بتاعته يا جماعه البيزنس كيس. انك انت والله يا اخي انا عندي بيزنس كيس، عندي فكره بتاعت مشروع دي اسمها البيزنس كيس اوكي. بعد ذاك في دوكيومنتس اللي هي ليجل دوكيومنتس اوكي، حنجي لها بالتفصيل لكن بس انا بديكم عنها فكره عامه. يعني الليجل دوكيومنتس دي كلها انت بتخطها. بعد ذاك في التولز اند تكنيكس، مثلا في اجتماعات انت بتجتمع مع السبونسر، بتجتمع مع الستيك هولدرز، بتجتمع مع الاكسبرت الناس الخبره زي ما امبارح واحد من الشباب عمل منشن للحاجه دي، بتجتمع بيهم. بعد ما خلاص فاينلايز اي حاجه الاوتبوت بتاعك شنو؟ الاوتبوت بتاعي والله البروجكت كارتر اوكي. خلصنا من البروجكت كارتر ده الفيز جيت بتاعي بتاع المرحله دي. بعد ذاك بمشي للمرحله الجايه. المرحله الجايه الحاجه اللي كانت هنا اوتبوت يا جماعه بتكون انبوت للمرحله الجايه، لانه نحن قلنا انه البروجكت ده سلسله حلقات. دخل الانيشيتنج. نعم دخل الانيشيتنج. لا دي فكره عامه لسه. انا ما خشيت في الانيشيتنج، لكن بس دي فكره عامه انك انت مثلا في الانيشيتنج او في البلاننج او في اي لما يكون عندك حاجه مثلا زي البروجكت كارتر. البروجكت كارتر ده انت وصلت له كيف؟ يعني زي المعادلات، يعني ما معادلات رياضيه لكن بس معادلات معادلات لوجيك، يعني حاجه لوجيك كده. انه والله يا اخي انا مثلا عشان اعمل لي موز بالحليب مثلا، انا حاجيب الموز وحاجيب الحليب وحاجيب السكر اوكي. ده الانبوت بتاعي. الخلاطه دي التولز
الخلاطة دي التولز أوكي أيوة. والخبرة بتاعتك دي التولز في النهاية حتطلع شنو؟ حتطلع لك عصير بتاع موز بالحليب عصير. أوكي يب. الموز بتاع الحليب الموز بالأوتبوت هو بيقى لك أوتبوت لكن ممكن يقى لك إنبوت لحاجة تانية أوكي ممكن تدخله في حاجة تانية أوكي وهكذا نعم لا تشربه بالضبط كده كويس تشربه طبعا يعمل لك يعني انرجي وكده وهنا يعني ف يكون عندك انرجي الانبوت الانبوت هنا بيجا انرجي الاوتبوت بيجا انرجي بعد ذاك الانبوت الانرجي طلعت بقت انبوت عشان تيجي تشتغل في الزوم وتعمل الشغل بتاعك وكده يعني واضحه الفكره يا شباب واضحه طيب يلا نجي لهنا في الانيشيتنج في الانيشيتنج الحاجات اللي احنا مفروض نعملها شنو اول الحاجات المفروض تحصل في الانيشيتنج اول حاجه زي ما اتفقنا يا جماعه في الانيشيتنج اللي هي سيلكت البروجكت مانجر دي مهمه دي اهم حاجه لانك انت بدون بروجكت مانجر ما حتقدر تعمل اي حاجه اوكي يلا خلاص نحن عيناكم انتوا از بروجكت مانجر خلاص انت من الليله يا شباب كلكم نهاد خالد وسامه المعز كلكم انتوا خلاص بقيتوا من الليلة انت تتعامل مع الحاجات اللي انا بقولها لك دي انت البروجكت مانجر اوكي انت مدير المشروع يعني انت لو اي واحد فيكم شغال في الشغل بتاعه يفكر في المشروع اللي نفذته الشركة او مشروع ممكن تنفذه الشركة فكده الموضوع ده يا جماعة بيسهل لكم الفهم بتاع الحاجات دي كلها الشغال في المجال الطبي في مشاريع كثيرة جدا جدا الشغال في المجال ال يعني زي التليكومينيكيشن اوكي زي المعيز مثلا اكيد بيكون في مليون مشروع في الحاجه زي دي اللي شغال استاذ والشغال يعني البروجكت مانجمنت دي في اي حاجه يعني حتى لو انت دارت تملك حله مستغل البروجكت مانجمنت يعني يا باش مهندس اوكي نجي للحته بتاعت هنا اللي هي نحن اللي بيحصل شنو في الانيشيتنج يا جماعه سيلكت البروجكت مانجر دي قلنا رقم واحد بعد ذلك determine the company culture and existing system نحن دي تكلمنا عنها مبارح انت محتاج للحاجة دي ليه عشان to follow up أو to follow system بتاع الشركة يعني انت ما هتعمل system براك من راسك يعني أوكي؟ يعني انت ممكن تضيف على system لكن أيوة البروفايل بتاع الشركة والخبرة القديمة بتاعت الشركة دي مهمة جدا جدا طيب انت to collect processes يعني ممكن انت خلاص تجمع البروسيسز بتاعتك وممكن هنا الانيشيتنج ده يكون مواصله لبروجكت زي ما قلنا احنا مثلا في البروجرام هو مجموعه بتاعه مشاريع صح فالمجموعه بتاعه المشاريع دي ممكن انت انتهيت من المشروع الاول ده تيجي تبدا المشروع الثاني فعندك بروسيسز من مشاريع ثانيه انت بتجي هنا تعمل لها ايدنتيفيكيشن وبتكون عارفها يعني اوكي اوكي او لو انت البروجكت بتاعك ده change driven اكيد بيكون بروجكت داخل بروجكت عشان يحل مشكله بيكون البروجكت الشغال او البروجكت القديم اللي انت دار تعمل فيكس للمشكله بتاعته ده بيكون فيه بروسيسز شغاله فانت ممكن تستفيد من البروسيسز دي عشان تعمل انيشيت للبروجكت اوكي زي ما اتفقنا امبارح برضو ممكن انت ديفايد البروجكت لو كبير يمكن تقسمه لفيسز اوكي تقسمه لاقسام صغيره وضربنا مثل بتاع العماره يعني انت بديت بالسكيلتون بعد ذاك جبت ناس البنايين وبعد ذاك البياض وهكذا يعني كويس طيب انت خلاص اتعينت بروجكت مانجر في حاجه مهمه جدا جدا انت يو هاف تو سؤال هنا الكولكت بروسيس دي processes دي and procedure and historical info هل دي بتكون من المشروع نفسه أم معلومات يعني معلومات apart المشروع from المشروع لسه ما بدأ المشروع exactly المشروع لسه ما بدأ لسه ما بدأ دي بتكون يا إما مشروع قديم وانت دار تيجي تواصلي فيه got it أو okay. إنه أيوة مشروع قديم أو مشروع شغال لكن ده مشروع تاني حيتعمل عشان يحل فيه مشكلة يعني زي ما قلنا إحنا في change driven plan ممتاز أوكي طيب أوكي. أهم حاجة أنت as a project manager لازم تكون فاهم البيزنس كيس
يعني انت جايبينك بروجكت مانجر عشان تنفذنا حاجه معينه. اوكي في البدايه انت لازم تكون عارف انه الحاجه، لانه البيزنس كيس ده انك انت مفروض تصل لشنو. اوكي الكاستمر عايز منك شنو، الاونر بتاع البروجكت عايز منك شنو، فانت لازم البيزنس كيس ده تكون فاهمه تماما عشان بعدك انت بتتبني عليه الحاجات دي كلها. لو ما انت از بروجكت مانجر انت لو ما فهمت البيزنس كيس ما حتقدر تعمل البروجكت اصلا. اوكي يا شباب. ايوه برضه اضافه يا دكتور معلش لكلامك، بالاضافه لمعرفتك للبيزنس كيس المفروض تكون عارف الاوبجكتيف بتاعت الاورجنايزيشن. يس ماشي ايوه البروجكت بتاعك تكوب وذ الاوبجكتيف بتاعت الاورجنايزيشن. تمام دي ماشيين عليها في النكست سلايد. أوكي. طيب تمام. عندك برضه هنا الحاجه المهمه هنا برضه uncover initial requirements. اوكي requirements بتاع المشروع بتاعك شنو، المتطلبات بتاعت المشروع شنو، initial يعني بس رف يعني فكره عامه كده. اوكي والريسك، نحن زي ما يا جماعه في واحد من الشباب سالوا امبارح فقال انه الريسك ده ليه هنا ده يا جماعه. انت البروجكت بتاعك ما لسه ما بدا، ممكن يكون الريسك عالي جدا جدا، لانه ممكن الستيك هولدر يرفض، ممكن ما طلعت يعني ما قدرت تطلع الاوراق اللي بتخلي انه المشروع ده جو اهيد. اوكي فالريسك بيكون عالي جدا جدا، لكن انت اللي قدام لما تيجي تعمل بلانينج واحده من الحاجات اللي انت بتقف فيها كثير اللي هي بتعمل بلان للريسك، بتعمل يعني بتعمل بلان للريسك ميديكيشن، بتعمل ايدنتيفيكيشن للريسك بتاعك مثلا. اوكي يعني بتعمل اللي هو بتتوقع انه الريسك يكون شكله كيف، ولو حصل انت هتعمل له ميتيجيشن كيف، او تحل الريسك ده كيف. اوكي بتجي هنا كرييت ميجربل اوبجكتيفز. طيب انت المشروع بتاعك ده، والله المشروع بتاعي ده مثلا انا عايز عماره 5 طوابق، يكون الحوش شكله كده، الابواب تكون مثلا فاتحه على الجهه الفلانيه، الباب الرئيسي على الجهه الغربيه او كده. كويس دي احنا بنسميها شنو، ميجربل اوبجكتيف. خلاص يعني حاجه ممكن انت تحسبها بالعدد او تمام. بعد ذلك بتجي هنا الحاجه المهمه جدا جدا يا جماعه. يا دكتور ثاني معلش عيدها بس ثاني، create measurable objectives. يعني انت المشروع بتاعك ده في النهايه التصور بتاعه النتيجه الختاميه المفروض بتاعته تكون شنو. اوكي هل هو مثلا قلنا هل هو نعم الستاندرد اللي هتجيب عليها ايوه الميجربل، يعني انت الاوبجكتيف بتاعتك النتيجه النهائيه شنو، يعني النتيجه شكلها حيكون كيف، نتيجه ملموسه يا اما في شكل خدمه او في شكل منتج، في النهايه عندها اثر بالضبط كده. فانت بتخت لها يعني معايير يعني، او بتخت لها حدود، انه والله يا اخي مثلا انا بنهايه السنه عايز اطعم 500,000 طفل في منطقة الجزيرة. أوكي خلاص أنت عارف إنك أنت مفروض بعد تبني البروجكت بتاعك ده إنه والله أنا داير بنهاية السنة دي 5,000 طفل ديل، الأول 5 مليون أو الخمسة رقم ده. لا هو التارجت بتاعك، التارجت اللي هو خلال الشهر أو خلال السنة بتاعتك يبقى فيه تارجت. بالضبط كده. بالضبط كده. أوكي طيب الحاجة المهمة يا جماعة البروجكت تشارتر. البروجكت تشارتر ده يا جماعة هو الشهادة بتاعت الميلاد بتاعت البروجكت، اللي هو بالعربي أنا قبل لقيت الترجمة بتاعت اللي هي الوثيقة بتاعت المشروع، الورقة المهمة بتاعت المشروع، إنه خلاص المشروع ده والله حيكون شكله كده، المدير بتاعه كده، نحن متوقعين إنه ينتهي فيه كده. يعني الحاجات الرئيسية، لكن ما بكون فيه حاجات دقيقة، ما بكون فيه تفاصيل دقيقة. اوكي طيب هنا الحاجه المهمه رقم 3 يا جماعه، نحن هنا عندنا 3 حاجات مهمه في الانيشيتنج، اللي هي الابوينت البروجكت مانجر، والثانيه ديفلوب بروجكت تشارتر، والحاجه الثالثه ايدنتيفاي الستيك هولدرز. الستيك هولدرز دي يا جماعه مهم جدا جدا
ده لازم انت كبروجكت مانجر لازم تكون يعني خاتيهم في راسك من بداية المشروع لنهاية المشروع. اوكي، لانه ممكن في اي لحظة، في اي لحظة انت مثلا رسلت ايميل لواحد من الستيك هولدرز عشان يجي الاجتماع، ما فتح الايميل بتاعه، الاجتماع مهم جدا جدا، ما حضر الاجتماع، المشروع مشى، بعد ده ممكن يجي يعمل لك موضوع. فانت من البداية لازم تتفق انك انت شكل التواصل كيف، هل حتتواصل معه بالبريد او حتتواصل معه زي ما نحن سي بنعمل الابلكيشن للجامعه دارين ندرس كورس، فبيزالوك بيقول لك يا اخي نحن نرسل لك نصلك كيف، عن طريق البريد الايميل ولا التلفون. اوكي، ده باعتبار انه ده كونتراكت بينك وبينه. انت لما تعمل كيك تعمل تيك على انك بس تتصلوا بالموبايل فون، خلاص هم بعد ده بيتصلوا بك بالموبايل فون، يقول الموبايل فون بتاعك مقفول، دي والله مشكلتك انت، دي ما مشكلتهم. تمام، فدي مهمة جدا جدا، وحاليجي نشوفها لقدام. واحدة من المشاكل اللي بتحصل دائما في المشاريع مع الـ مع الـ مع الستيك هولدرز اللي هو الكوميونيكيشن. اوكي، طيب ديفلوب ستيك هولدرز مانجمنت استراتيجي. اوكي، دي اللي هي ريليتد للحاجة دي. اوكي، انت لازم يكون عندك استراتيجية عشان تدير بها الستيك هولدرز دي، كيف تتعامل معهم، منو الستيك هولدر اللي انت بتعمل له الف حساب، منو الستيك هولدر ما عنده موضوع، يعني ما عنده تاثير، لكن في نفس الوقت انت ما حتقدر تتخطاه. اوكي، هذه مهمه جدا جدا لما نجي في حته الستيك هولدرز في يعني دايجرام معين، ده بوريك منو الخطر الستيك هولدر الخطر، ومنو الستيك هولدرز ما بيشكل خطوره كده، يعني كويس، يعني عاملينهم زي ال SWOT analysis. اوكي يا شباب، اي سؤال قبل ما امشي لل لا تمام. اوكي طيب، ازيكم في الـ initiating process، الثلاث حاجات المفروض نحن نعملها شنو؟ أهم ثلاثة حاجات select the project manager، أول شيء نعين مدير المشروع، develop project charter، identify stakeholders أو main أو basic stakeholders. ممتاز، ديل يا شباب ديل تركزوا لي عليهم شديد، لأنه ديل حنجي نتكلم عنهم بالتفصيل. باقي الحاجات دي كلها، ما باقي الحاجات دي هي مش ما مهمة، لكن يعني دي اوتوماتيكلي بتجي مع السمكر، يعني زي ما بقول الناس الصناعيه. اوكي، لكن الاهم حاجه عندك ايوه يس، السؤال في اخر واحده دي بتاعت الاستراتيجي بتاعت الستيك هولدر دي، ممكن توضيحها ثاني؟ ايوه، اللي هي ديفلوب ستيك هولدر مانجمنت استراتيجي. أيوة. يعني انت لازم يكون عندك سيستم عشان تديروا بيه الستيك هولدرز. ايوه، بس هي دي كده بس دير الحاجه دي، ده منه هو البيت. نحن الكلام ده بعد خلاص، الكلام ده بنتكلم قبيلا عينتكم. ايوه أوكي. مدير مشروع طيب. خلاص الحاجات دي كلها بعد ده شغلكم انتم. تمام اوكي تمام طيب. مفهوم. نمشي نجي للحته المهمه جدا جدا. احنا يا جماعه خلاص انتهينا من دي الحاجات الفينيشيتنج. اوكي سريع، انتهينا منها، بعد ده بنجي للمرحله، شيلنا طلعنا من المرحله دي بحاجه مهمه جدا جدا، اللي هي شنو؟ البروجكت شارتر، البروجكت مانجر. احنا بنشيل المانجر ده، ما خلاص زي انت تعينت انت ذاتك، انت مفروض تكمل الحاجات دي كلها، تعمل انكفر للانيشال ريكويرمنتس، الكريت ميجرابل، دي كلها ده شغلك انت از بروجكت مانجر. اوكي، انتهيت من الحاجات دي كلها كويس، وعرفت الستيك هولدرز بتاعك، بتشيل الديفلوب بروجكت شارتر، البروجكت شارتر بتاعك ده بتخش بيه في المرحله الجايه، اللي هو لو متذكرين في اللايف سايكل قلنا الفيز جيت، صح يا شباب؟ ايوه. فالفيز جيت هنا انت عشان تعمل تيك للفيز جيت بتاعتك، اللي هي البروجكت شارتر بتاعك، خلاص تشيل البروجكت شارتر وتمشي للبلاننج. طيب في البلاننج بتعمل شنو؟ شوفوا كده، لاحظوا للكلمات هنا كويس، شوف الكلمات دي شكلها كيف. اوكي، اللي هي determine, finalize, create, determine, create، يعني كلها شنو؟ كلها انك انت بتعمل حاجه جديده يعني كويس.
تريست اول حاجه انت البلان دي ذاتها هتعملها كيف؟ اول حاجه انت هتعملها كيف البلان دي؟ منو اللي حيكون معك في البلانينج؟ هل حيكون معك مكتب المشاريع؟ هل حيكون معك الاسبونسر؟ هل حيكون معك واحد من الستيك هولدرز؟ ولا بس بعد ده التيم بتاعك انت؟ لان خلاص بعد ده بتبدا تعين التيم في المرحله دي، ما في المرحله بتاعت الانيشيتنج يا جماعه. التيم انت بتعينه في المرحله بتاعت البلانينج. اوكي، كل الستيك هولدر كلها؟ لا انا بتكلم، لا بتكلم عن البروجكت تيم، ما بتكلم عن الستيك هولدرز. الستيك هولدرز اللي انت بس بتعمل لهم ايدنتيفيكيشن في الانيشيتنج، بتكون خلاص عرفت الستيك هولدرز بتاعنا كلهم. اوكي، لكن هنا بتعين التيم بتاعك اللي بيشتغل، بتبدا تعين ناس يشتغلوا معك، وتبدا تفكر منو اللي حيكون كونتراكت بالنسبه لك، منو منو اللي بيجيب لك السيخ، منو اللي حيجيب لك الاسمنت، منو اللي حيجيب لك باقي الحاجات يعني. اوكي، دي هنا في المرحله دي فاينلايز ذا ريكويرمنت. خلاص انت بعد ده بتحدد المشروع ده محتاج لشنو، واحد اثنين ثلاثة أربعة، دل كلهن انت بتعملهم فاينلايز في البلانين. اوكي، بتعمل البروجكت سكوب. دي هنا دي من الحاجات يا جماعة المهمة جدا جدا في المرحلة دي. اوكي، البروجكت سكوب ستيتمنت ده مهم جدا، لانه ده بيحدد لك انك انت الحاجات المفروض ينفذ المشروع شنو، والحاجات اللي ما ينفذ المشروع شنو، عشان ما المره بتاع الجيتنج انك تعمل حاجه ما في السكوب، او يجيك الزبون في اخر لحظه يقول لك والله يا اخي انا عايز كده، تقول له والله سوري انا ما بقدر اغير السكوب. السكوب ده يا جماعه ما بيتغير الا بشنو، بحاله واحده، بالتشنج ريكويست. بالتشنج ريكويست ابروفل، بالضبط. وفي حالات، في حالات يعني فيري رير، يعني ما 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 زي ما شفنا احنا في الدياجرام، ما بنرجع للبلانينج طوالي. في حاجات، في حاجات لما يكون في حاجات ميجر نحن بنرجع للبلانينج. اوكي، فالبروجكت البروجكت سكوب. نعم، بس انا مرت علي حاجه معلش عن المقطع عشان ما نمشي بعيد من السكوب. بيقول لك انه في البروجكت سكوب وفي البرودكت سكوب. انا ولا ممكن طبعا حنجي لها، لكن بس البروجكت سكوب هنا انه الحدود بتاعت البروجكت بتاعك شنو، المشروع كله ما البرودكت. انا هنا لما اتكلم عن سكوب بتكلم عن التيم، وبتكلم عن الريكويرمنتس، وبتكلم عن البودجيت، وبتكلم عن كل حاجه. لكن البرودكت سكوب ده يعني مثلا انت داير في النهايه انه والله يا اخي انا داير اطلع العاب بتاعت الاطفال، العاب بتاعت الاطفال دي المفروض شكلها يكون اي بي سي زد، ده البرودكت سكوب. في النهايه كلمه سكوب دي يعني نطاق، يعني نطاق نطاق الحاجه يعني. تمام يا شباب؟ تمام. طيب هنا برضو بتحدد انك انت الحاجات اللي هتشتريها شنو، عايز تشتري شنو، المشتريات انك انت عايز تشتري سيخ، عايز تشتري خشب، عايز تشتري يعني بتحدد كل شيء، حتى الحاجات اللي انت ليك انت مثلا للمكتب. مثلا انت خلاص عملت المكتب بتاع السايت اوفيس، المكتب بتاع المشروع عملته. اوكي، انت مثلا دار تشتري له لابتوب، دار تشتري برينتر، دار تجيب حاجه هو وكده، كلنا بنتفق في الحته دي، لانه بعد شويه حتعمل البودجت، والبودجت المفروض يكون انكلودد اي حاجه انت حتصرفها في البروجكت ده، حتى التدريب يعني يجيب لك واحد يدرب لك الناس بتاعك مفروض انت تكون حددتها هنا. اوكي، هنا نجي للحته بتاعت التيم، منو حتعين التيم بتاعك كيف، منو حتعينه، انت محتاج ليه كم. اوكي، هل حتعينهم كلهم في وقت واحد، ولا حتعينهم على دفعات؟ انه والله يا اخي انا في البدايه مثلا داير لي 20 نفر، المشروع ده لما بعد 3 شهور انا بحتاج لي 50 نفر، وهكذا. فانت هنا بتحدد هنا. اوكي، طيب يلا استاذ تغير. هنا ممكن للتيم يعني كل تيم ممكن تعمل له مانجر معين بعد ذاك. انت ما خلاص انت بتحدد انك هاو تو مانج الشغل ده كله، ممكن انت بعد ذاك تعين لكل فريق مثلا يكون سوبرفايزر. بالضبط كده. طيب نجي هنا يا جماعه، بس اخلص دي وبعد ذاك بديكم فرصه للاسئله. كريت دبليو بي اس
والدبليو بي اس ديكشنري. في واحد مرض عليه الكلمه دي قبل كده؟ وير بريك داون ستراكشر. وير بريك داون ستراكشر. وير بريك داون ستراكشر. ممكن واحد يشرح لنا بس سريع كده؟ هو تحليل بريك داون ديزيز الباسكت هتعملها. نعم يعني ممكن هي بتعمل اللي هو بريك داون للنشاطات اللي هو الاكتيفيتي. ايوه تحليل النشاطات لبلوك او لباكيت بالضبط كده. يعني كلكم ما شاء الله كويس يعني صح. هي الورك بريك داون استراكشر دي اللي هي انت بتقسم الشغل لحاجات صغيره. اوكي ان والله يا اخي انا مثلا السكيلتون ده انا عشان اعمله او الهيكل ده انا مفروض اعمل في اليوم الاول اعمل كده, اليوم الثاني كده, الاسبوع الثالث كده عشان مثلا الاسنت يكون انيشيف وكده او يعني كده. دي اللي هي انت بتقسم شنو, بتقسم الورك بتاعك لنايت تحت. وحن في دايجرام يعني مخصص للحاجه دي. يعني مثلا انت عندك الحاجه A مثلا. اوكي انت الحاجه A دي عشان تعملها هتعمل هنا مثلا B و C. اوكي سي ذاتها بتجي تقسيمها مثلا لاثنين. اوكي تقسيم مثلا دي واف وهكذا. اوكي ده الورك بريك داون ستراكشر. انت بتقسم الشغل بتاعك ل يعني ايوه نعم يعني نقول هنا يعني نقسم المشاكل كل مشكله. لا ما المشاكل الشغل ذاته انت بتقسمه. النشاطات الاكتيفيتي النشاطات ايوه بالضبط كده. تاسك ايوه النشاطات ذاتها بتقسمها. حتى الحاجات دي ان شاء الله اللي قدام حتقع عليكم تماما. انتوا بس اسع في النادي بس افهم انه الشغل مفروض نقسمه كيف الطريقه بتاعت انه مفروض اي تاسك اي حاجه نقسمها. مثلا نحن والله اليوم الاول ده الصباح دايرين نعمل كده, المساء دايرين نعمل كده, منو اللي حيعمل الحاجه دي؟ اوكي طيب طوالي انت حتعمل حاجة اسمها WBS Dictionary. انت هتعمل لك Dictionary لأي حاجة انت هتعمل لها في البروجكت. أي حاجة في البروجكت انت هتعملها هتعمل لها Dictionary عشان تكون واضحة للتيم. اوكي دي شغل للتيم بس ما عنده علاقة بالستيكهولدرز, ما عنده علاقة بأي زول تاني. تعمل الحاجات دي للتيم بتاعك. اوكي انك والله يعني يا فلان انت مفروض نعم كيف يعني قلت لك يعني انت بتحدد المهام للتيم بتاعك. يعني ما خلاص ده الورك بريك داون ستراكشر, ده التقسيم بتاع الاكتيفيتي بتاع التاسكس. اوكي فاي حاجه انت مثلا نحن والله مثلا تركيب ستاير نكون كاتبين في الدكشنري تركيب ستاير, مثلا توصيلات الكهرباء, كل شيء انت هتعمله في البروجكت ده لازم تعمل له لازم تكتبه. ده اشبه يا دكتور بالبتشارت اللي بيكون موجود في المستشفيات, كود بلو معناها كده, كود ريد معناها كده. بالضبط كده كويس. الفرق بينهم شنو؟ طيب الفرق بين شنو من الدبليو بي اس والدبليو بي اس ديكشنري مش كلهم واحد؟ لا لا الديكشنري ده ما هي ذات الحاجات كلها, ليست بتاعت الحاجات كلها الاكتيفيتي. هنا الدبليو بي اس التقسيم بتاعها. يعني مثلا ممكن تكون في شكل حروف مثلا, ممكن تكون في شكل حروف ولا كلمات. ما خلاص دي ده شغلك انت. ممكن يا دكتور انا تفضل معيس. اوكي يعني انا حقسم النشاطات بتاعتي مثلا اللي هو اول تاسك زي ما حكوا الشباب, بعديها يكون مثلا كله نشاط. الديكشنري هذا ممكن يكون شكل ليجنت او مختصرات تكون اللي هي ريبريزنت الاكتيفيتي بتاعتك او التاسك. يعني هي عباره عن شنو زي ال بقول عليها ليست بتاعت كاتيجوريز يعني بتاعت مفاتيح الاشياء. كيف تتعرف مفاتيح الاشياء؟ يعني قد الناس تستعيض من عمل كامل بعباره واحده او بجمله. يعني انا نعم اديكم لها مثال بسيط جدا يا جماعه. في المدرسه عندنا الحصص, جدول الحصص في المدرسة يا جماعة ده WBS, ده Work Breakdown Structure. ده بيكون عنده نسخة للطالب ونسخة للمعلم. أيوة. أوكي في نعم
انا كنت يعني فاهمه انه ال WBS الديكشنري ده بنحط فيه اي تاسك ومثلا المسؤول عنه والزمن حقه ولا كيف بتاع كل تاسك بدايته ونهايته. لا نحن هنا ما بنتكلم ما بنتكلم يا جماعه بس معلش مع عشان ما الشغله ما تجوط لكم. انا هنا ما بتكلم عن اي وقت بتاع حاجه، انا بس بتكلم بس شفت جدول الحصص اللي في المدرسه متذكرينه؟ ايوه. طيب جدول الحصه ده بيكون فيه شنو مثلا؟ العلوم، ماده العلوم، ماده العلوم الاستاذ اللي بيجي يدرسك العلوم ده ما بيجي يدرسك العلوم دي كلها كده في يوم واحد وبيتخارج، بيكون عندك يعني زي الكورس اوت لاينز كده. طيب اوت لاينز تسميها يعني، لكن بس عشان اقرب لكم المثل اللي هي بس التايم تيبل بتاع المدرسه اوكي، في العلوم، في الجغرافيا، في الرياضيات، بعد ذاك الرياضيات ذاتها في مثلا في تحت الرياضيات في الاحصاء في الجبرة في كده كويس. دي دبليو بي اس. الديكشنري طبعا بيكون معروف انه والله الجبرة دي فيها كده، ال 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 الاحصاء فيها كده، التفاضل والتكامل فيه كده وهكذا. تمام اوكي. لا مو تمام. لا مش واصله معايا. هو عباره عن تخطيط مثلا حاجه بتخططها لها الايام اللي جايه ولا لا 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 يا جماعه انا ما بتكلم، انا ما بتكلم عن زمن، انا يا جماعه معلش عن الوقت زمن من ده من ساعه كذا. لحظه ادوني فرصه، ادوني فرصه. طيب انا ما بتكلم هنا عن زمن، انا بتكلم هنا يا جماعه عن النشاطات انا مفروض اعملها في البروجكت. مثلا مثلا تركيب، مثلا نرجع للاكزامبل بتاع المطبخ، انه والله يا اخي انا الاسبوع الجاي حاجي اركب الفريم بتاع المطبخ اوكي. طيب تركيب الفريم بتاع المطبخ ده مفروض انا اعمله كيف؟ هل انه انا هعمل اول حاجه القواعد الكبيره اوكي، اول حاجه اركبها وبعد ذاك اجي اركب القواعد الصغيره اوكي، وبعد ذاك بعد ما اركب القواعد الصغيره اجي اركب الرفوف واجي اركب كده 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 كويس. ده هي اقسام الديفيجن بتاعت الرفوف عامله كيف كده. هي باختصار يا جماعه انا بس ضربت لكم مثل باختصار تايم تيبل بتاع المدرسه. تمام تمام. لو اي واحد فيكم متذكر التايم تيبل بتاع المدرسه شكله كيف، حاجات المكتوبه فيه، وفي اي هنا يعني الاستاذ بتاع العلوم ده بيجيك اليوم الاول بيجي بيقول لك والله نحن حندرس الكتاب كده وحندرس وحنديكم مثلا التمارين من كده اوكي. اوكي تمام وصلك كده معايا. تمام واضح. طيب في برضو ثاني حاجه ليها كويس نقول يا استاذ بالاختصار كده يعني الفهرس الموجود. نعم يا شباب بس معلش ممكن نقطة نظام. ايوه ممكن تخلوا لازم لما ننتهي من كل من السلايد كله اوديكم فرصه عشان ما عشان انتم ما يعني ما تتوهوا وانا ذاتي اكون معكم اكون معكم فوكس. تمام تمام بديكم فرصه نهايه نهايه السلايد يعني اي حاجه فيها أنا. طيب الدبليو بي اس يا جماعه هو ده الورك بريك داون ستراكشر اوكي، وده طبعا حيوضح لكم شديد جدا وكده لما نجي هنا نتكلم عنه بالتفصيل لما نجي اديكم عنه اديكم الشكل بتاعه ذاته يكون كيف. لكن هو هنا معناه انه التفاصيل اللي هي التفاصيل بتاعت الاكتيفيتيز بتاعتك، التفاصيل بتاعت اللي انت الحاجات المفروض تعملها، انه والله تركيب الدولاب في تركيب المطبخ، في تركيب المطبخ ده انا عندي 1 2 3 4، في اي واحد من 1 2 3 4 دي انا عندي اي بي سي زد، في اي بي سي زد عندي اي بي كده يعني اوكي. بعد ذاك عشان انت متو كويس في الدبليو بي اس مفروض تكون عندك مرجع ليها، يكون عندك قاموس، يكون عندك ديكشنري، الحاجات دي كلها مكتوبه. فانت اول حاجه بتعمل الديكشنري، بعد ذاك بتيجي تعمل التايم تيبل بتاعك او التيبل، هو ما تايم تيبل سوري انا هاي تيبل بس يعني اوكي. نجي للحته الاخيره اللي هي كريت اكتيفيتي ليست. طيب انت هنا حددت الحاجات كويس، هنا بتحدد منو اللي هيعملها
انه والله عامر ده مفروض يكون مسؤول من الويرك بريك داون استراكشر رقم 1، المعز مسؤول من الويرك بريك داون استراكشر رقم 2، خالد حي بعد ما عامر يخلص هو مفروض يعمل من ال WBS1 يعمل WBS11 وWS12 وهكذا. دي الاكتيفيتي ليست، الاكتيفيتي ليست اللي هي انت بتعين منو اللي هيعمل الحاجه الفلانيه. ممتاز، عد المايك معاكم للازله. بالنسبه لل بالنسبه للديتيرمين، في كلمتين ديتيرمين هنا لو شايفه انت مكتوبين ديتيرمين 1 وديتيرمين 2. ديتير وات تو بيرشز، انت حتشتري شنو؟ انت مفروض بالنسبه للديتيرمين هل يعني انا مفروض يعني اتعامل مع ياتو اتعامل مع الديتيرمين ده انا كتيم ولا كمان جر ولا يعني؟ لا لا اجين يا استاذه اجين، انت بروجكت مانجر، انت بتعمل انت بتعمل في الكورس ده، اهم حاجه تكون خاطي في راسك انك انت البروجكت مانجر. حتى بعدين طيب. لما تتعامل مع الازله تتعامل مع الازله انك انت البروجكت مانجر. منو اللي بيشتري؟ طيب برضو انا 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 لا طيب. انت هنا ما بتشتري يا استاذه لسه، انت هنا بتحدد انك قدرت تشتري شنو بس. ايوه بعدين الشيره ده بعدين انت ما دي واحده من ايوه حلو جدا جدا، انت دي واحده من الاكتيفيتي ممكن تجي تديها لواحد من التيم تقول له والله يا عامر الدبليو اس 1 المشتريات، انت يا عامر مزول من مزول من المشتريات، انت يا فاطمه مثلا انت مزوله من كده. كويس ممتاز تمام يا شباب. تمام. اي سؤال؟ السؤال في البروجكت تشارتر. ايوه البروجكت تشارتر انا يعني بحتاج لموافقه، مثلا انا شغال بروجكت مانجر والبي ام او مثلا انا نفس اللي عملت البروجكت تشارتر والليست بتاعتي، هل بحتاج لي ساين اوف يعني للحاجه دي؟ طبعا ساين البروجكت تشارتر ده يعني لازم يكون السبونسر هو خلاص يعني اتفق معك وقع عليه وكل شيء خلاص. فدين احنا بنجي في الديتيل في الديتيل لما نيجي نتكلم عن البروجكت كارتر وصلنا له كيف، فبالديتيل الحاجات دي كلها بتصهر لك. ممكن نقول عليه كونتراكت يعني فادين يعني كونتراكت او شيء كونتراكت شهاده ميلاد بتاعه ميثاق المشروع. نعم اوكي. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. استفسار بسيط بالنسبه للخطوات اللي احنا قاعدين نعمل فيها دي، فرضا انا مهندس بقيت اللي هو بروجكت مانجر، اوكي هل الخطوات اللي بيتم دي كلها انا ممكن اقوم استعين بشباب مثلا مهندسين اللي تحت في القسم او زي كده، كل واحد اقوم اقسم له المهام حقته باعتبار انه يكمل الاشياء دي؟ يس انا انا شايفك ما انت هنا ديتيرمين التيم، بتعين التيم، انت اللي بتعين التيم وانت اللي بتيجي تديه التاسكات بتاعته هنا المهام كلها حتى كويس. وممكن شوف وممكن هنا في البلانينج في المشاريع الكبيره ممكن بيشتغلوا معاك البي ام او اللي هو مكتب اداره المشاريع، ممكن يشتغل معاك الحاجات دي، وممكن يكون معاك تيم لكن بيشتغلوا تحتك انت يعني ما 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 يتدخلوا في اي حاجه، انت بتقول لهم مثلا اعملوا كده أعمل. طبعا ده الشغل ده كله انت ما بتشتغله براك اصلا لكن انت بتكون مسؤول منه. كويس يعني انت ممكن ترفع التليفون والله يا استاذه انا عايزك تعملي لي دبليو بي اس ديكشنري. ايوه هي بتكون عارفه لانه شغاله في المشروع ده او شغاله معاك او كده او عندها الخبره كويس، طوالي تبدا تعمل الديكشنري بتاعها. لكن أيوة. انت في النهايه انت المسؤول انه الحاجه دي اتعمل الصح ولا غلط. مظبوط. أيوة. اوكي تمام يا شباب. تمام نمشي مشينا. طيب لسه في البلانينج يلا يا استاذ انت جيت تعمل حاجه اسمها النتورك دايجرام كويس يلا في نعم في زول عايز يزل. طيب انت بتجي تعمل النتورك دايجرام، النتورك دايجرام دي ذاتها مربوطه بالدبليو بي اس والحاجات دي، يعني هنا النتورك يلا يعني لو في اي تشانج يعني ممكن بخير لا ممكن بتعمل نعم اي اتفضل يا ادم.
التغيير لسه يعني حنجي نتكلم عن التغيير هنا في البلانينج. يعني ممكن 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 تغير في البلانينج ده. دي الفرصه الذهبيه ممكن تتغير التغييرات بدون تخسر. حنجي نتكلم عنها في السلايد الجاي. طيب احنا هنا بنجي نعمل الحاجه الثانيه اللي هي الريسورس ريكويرمنت. اوكي استيميت انه والله يا اخي الريسورس بتاعتي دي انا هعمل لها استيميت. ليه انا قلت هنا استيميت؟ لانه الشغل لسه ما بدا. ممكن انا لما نبدا الشغل ممكن في حاجه تتكسر، ممكن في حاجه تبوظ، ممكن في حاجه استخدمها في 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 تاسكين. يعني ما بالضروره انه اي حاجه مثلا اشتري لها حاجه معينه. فانت بتعمل شنو؟ بتعمل بس رف ايديا للريسورس بتاعتك. اوكي انه والله يا اخي انا الريسورس بتاعتي دي انا عايز مثلا ماكينات، انا عايز اليات، انا عايز كده، انا عايز كده. اوكي بتحددها هنا. بتعمل تحديد للزمن والكوست. اوكي برضو دي مهمه جدا جدا انك انت تكون عارف انه والله مثلا انا الهيكل ده حينتهي منه مثلا حسب الخبره وحسب الاستشاريين اللي انا اتكلمت معاهم انه بننتهي منه في ثلاثة اسابيع او ثلاثة شهور. اوكي دي انت بتعمل لها استيميت طبعا. اوكي بتجي تعمل استيميت للكوست لانه نحن عارفين يا جماعه انه الاسعار ما ثابته، خاصه عندنا في السودان ربنا يعين الاسعار طوالي زايده. فانت بتعمل استيميشن. اوكي الاستيميشن ده في 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 معادله نحن ليترون حنعرف المعادله بتاعت الاستيميشن نعمل بها استيميشن للكوست كيف. اوكي بتجي تعمل في حاجه اسمها الكريتيكال باس. الكريتيكال باس دي شنو يا جماعه؟ مثلا انا عندي الهيكل بياخذ مني 3 اسابيع. اوكي الهيكل ده لو ما انتهى انا ما حابدا المرحله اللي بعديه. اوكي لكن المرحله اللي بعديه ممكن في مرحلتين يبدوا مع بعض. اوكي اللي هي مثلا المرحله بتاعت البنيان بيبنوا في الـ في الـ في الحيط وكل شيء، ممكن طوالي بتاع الكهرباء يجي يمدد الكيبلز. اوكي طيب انا في الحاله دي ممكن شنو؟ انا ممكن في اضغط تاسك انه والله يا اخي انا بدل انه خدت له مثلا 3 اسابيع ممكن الحيط ينتهي منها في اسبوعين ونص او في اسبوعين عشان استفيد من الزمن في حاجه ثانيه. وممكن انا اضغط لو عشان يكون مثلا انا والله متوقع انه يكون عندي في ريسك بتاع مثلا الاسعار حترتفع. اوكي فممكن اضغط تاسك معين اكمله في مده اقل. فانت دي دائما تخطها في بالك. اوكي لما تجي تعمل اللي هو الجدول الزمني بتاع المشروع بتاعك انت لازم تكون خدت له يعني خدت لك زي 2 أو 3 مسارات انه والله يا اخي المسار الاول انه المفروض نحن المرحله الاولى ننتهي منها في شهرين، في المسار الثاني الخطوه الاولى دي يمكن ننتهي منها في اقل من شهرين، نبدا طوالي خطوتين مع بعض. اوكي فدي اسمها الكريتيكال باث. الكريتيكال اللي هي يعني كريتيكال بالعربي اللي هي حرج. نعم المسار الحرج يعني حرج. المسار الحرج بالضبط كده. فانت دي دائما بتحدده الحاجات دي. انت بس انا هنا زي ما قلت لكم يا جماعه بديكم بس يعني حاجه كده ايديا عنها المفروض الحياه تعمل شنو، لكن حاجه نتكلم عنها بالتفصيل وانتوا ذاتكم حتعملوها. يعني اي واحد حيعمل كريتيكال باس للمشروع بتاعه السيناريو اللي احنا حنتفق عليه انت حتعمل الحاجه دي وحتعمل ال WBS وحتعمل الدكشنري، الحاجات دي كلها حتعملوها عشان الواحد يكون في صوره يعني. تمام. اما بالنسبه لناس زي ناس المعيز وعامر الناس الشغالين في الاندستري ممكن الحاجه دي تكون مرض عليهم وما ما ما, ما ما غريبه يعني. حسي ديل لو خليتهم حيعملوا مشاريع حيخلعونا احنا يجونا بالضبط كده. ايوه احنا زاس دارين كده دارين يخلعونا عشان ناخذ منهم الخبره يعني. كريتيكال باس في جزئيه انت حكيت عنها يا دكتور. الكريتيكال باس في تكنيكس الناس بتستخدمها اللي هو زي الكراشز والحاجات دي. يس 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 ان كيس حصل لك اي انحراف في المسار بتاعك يعني. بالضبط كده بالضبط كده. فالكراشز والحاجات دي حنجي نتكلم عنها بالتفصيل لما نجي نعمل الكريتيكال باس بتاعنا او لما نجي نعمل المده المسار الزمني بتاع المشروع. صحيح دكتور بس معلش الكريتيكال باس ممكن يكون اطول مسار المشروع يعني بحيث انه المشروع من المفروض يتعدى الكريتيكال باس بعداك واي اكتيفيتي بتكون within الكريتيكال باس بتكون acceptable او بتتحمل انه
يحصل لها السكاجولين او يحصل لها بالضبط كده. ايوه صح مظبوط. يعني انت مثلا عندك واحده من الاكتيفيتي ممكن انت تضغطها يعني عشان انت ما 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 ما, ما تقع في الحته بتاعت الكريتيكال باس. بالضبط كده. فدي ان شاء الله حنجي نتكلم عنها بالتفصيل، لكن هنا في المرحله بتاعت البلاننج دي من الحاجات اللي انت مفروض تعمل لها الديتيرمنت يعني تبدا تحديدها. يعني نجي تجي برضو في البلاننج يا جماعه ديفلوب السكيدول، اللي هو السكيدول ده بيطلع منه الكريتيكال، بيطلع منه الكريتيكال باس. على ضوء انت بتحدد الكريتيكال باس، بتحدد المسار الحرج بتاع البروجكت بتاعك، تمام؟ بتعمل ديفلوب للبودجت بتاعتك. انت هنا عملت استيميشن للكوست ليه عشان تصل لميزانيه، اوكي؟ والميزانيه دي انت دائما بتخطها، بتقول والله يا اخي الميزانيه دي فيها هامش بتاع تغيير مثلا 5% او 10%، اوكي؟ حسب الدول. يعني مثلا في دول زي دول الاقتصاد بتاعها ثابت ومعروف وكده، الحاجه دي بتكون اصلا الحكومه محدداها، يعني انه والله الهامش بتاع الزياده في الحاجه دي كده مثلا. الريسك فاكتور او الريسك مارجن. بالضبط كده ايوه. انك انت مثلا يعني دائما هم بخطوا في 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 معادله ان شاء الله حنجي للحته بتاعت اللي هو النت فاليو والفيوتشر فاليو، يعني الفاليو بتاع 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 حاليا مثلا، انه مثلا والله يا اخي ال $1,000 دي الليله ما حتكون زي $1,000 بعد سنه، الفاليو بتاع العمله ذاته بيتغير مع الاكشوال كوست. ايوه. ففي في في معادله انت بتقدر تحسب بتحسبها الحاجه دي، وبتخد على زي 1% اللي هي ده الهامش بتاع الزياده في العمله يعني، تمام؟ لكن بعد ذاك بترجع لحسب الدوله اللي انت فيها، يعني في دول ممكن الهامش بتاع الزياده يكون اكثر يعني. طيب برضو هنا بتعمل ديتيرمين للكواليتي، اوكي؟ انك انت بعدين الكواليتي بتاعتك دي هتعمل لها تشيك، كيف الستاندردز والبروسيجر بتاعتها والمتريكس، الحاجات دي كلها برضو بتحددها هنا. بتعمل انه والله يا اخي انا مثلا في الكواليتي المفروض انا اعمل الحاجات الاي بي سي زد، منو اللي حيعمل لي الكواليتي؟ الجهه الخارجيه هي اللي حتيجي تعمل الكواليتي، هل هو صاحب المشروع بنفسه هو اللي حيعمل تشيك للكواليتي؟ فحسب المشروع اللي انت شغال فيه. يا دكتور تفضلي. ممكن ترجع لي للكرييت نتورك دياجرام؟ طيب النتورك دياجرام ده دي هو الاكتيفيتيز، يعني دي حاجه برضو عنده علاقه بال دبليو بي اس، اوكي؟ وعنده علاقه بالكريتيكال باس، وعنده علاقه بالسكيدول بتاع البروجكت. دي كل الحاجات دي مربوطات مع بعض. فلما نجي نتكلم عن الدبليو بي اس بعد ذاك، نحن هنتكلم عن او نتكلم عن السكيدول الاول، بعد ذاك بيجينا الدبليو بي اس والكريتيكال باس والنتورك دايجرام. اوكي. معلش دكتور، هو ممكن اقول لها ان هو رسم توضيحي لمسار المشروع للاكتيفيتيز في المشروع بالفترات الزمنيه المحدده، او تحديد تقدير الفترات الزمنيه للاكتيفيتي على مسار المشروع. اوكي، شكرا جزيلا يا ابو حميد. تمام وضحت. اي سؤال قبل ما نمشي للسلايد البعديه؟ تمام يا شباب، انتوا لحد الان فوكس ولا حاسين شويه كده؟ فوكس. بس نعم. الاحصائي قبل ما للسلايد اللي قبله، ايوه الاخيره دي، اللي هي determine quality standards procedures and metrics. ايوه. ممكن الاخيره دي تعني دي كلها الجوده. انت الجودة. يعني حتقيس الجوده بتاعت المشروع بتاعك ده كيف؟ حتقيس الجوده بتاعت البرودكتس كيف؟ تمام. حتحددها يعني مثلا في الستاندرد، يعني اي دوله عندها ستاندرد واي دول عندها بروسيجر يعني، اوكي؟ في مشاريع انت مثلا مشاريع حكوميه بيجوا بيستلموها ناس الحكومه منك يعني، فانت لازم تكوني عارفه منو، بعدين البيجي بيعمل لك تشيك للكواليتي. هل انت اللي بتعملي تشيك للكواليتي ولا في ثيرد بارتي، في جهه ثانيه هي حتعمل تشيك للكواليتي؟ فانت لازم تحدديها هنا يعني في البلان بتاعتك. ممتاز ممتاز. طيب
اجين احنا لسه في البلاننج اللي هي انت بتعمل كريت للبروسيس امبروفمنت بلان بتاعتك اوكي يعني اي حاجه علاقه عندها علاقه بالبلان لو في اي امبروفمنت اوكي في حاجه دار تغييرها في حاجه دار يعني انت بتعملها هنا في المرحله دي اوكي بعد ذاك الرولز ار ريسبونسبيلتي ده بيقول الكلام بتاعك يا عامر انك انت هتبدا بعد ما خلاص اخترت التيم بتاعك بعد ده بتحدد انه والله اي واحد مزول من شنو دي برضه مربوطه بالدبليو بي اس بعد ذاك لما انت تعمل الدبليو بي اس وتجي تحدد الرولز ار ريسبونسبيلتي بترجع على اي تاسك وبتكتب جنبها ده المزول منها فلان الفلاني دي مزول منها فلان الفلانيه وهكذا طيب بعد ذاك انت بلان الكوميونيكيشن بتاعك الكوميونيكيشن يا جماعه مهم جدا جدا عشان كده ده بيكون واحد من النولج اريا انت داير تعمل لك سيستم او نظام عشان تتواصل فيه مع الستيك هولدرز تتواصل فيه مع الـ مع الـ صاحب المشروع تتواصل فيه مع البي ام او تتواصل فيه مع اللجنه بتاعه التغيير تتواصل مع التيم التيم يعني لازم انت تكون فيري كلير من البدايه البلان بتاعتي انا والله مثلا هجتمع اجتمع بكم كلكم كل اسبوع هنجتمع كل شهر مثلا او لا نحن والله هنجتمع كل ما ننتهي من مرحله اوكي فهنا الحاجه دي لازم تكون واضحه في البلان بتاعتك عشان بعدين ما تتفاجأ بحاجه او مثلا زي ما ضربت المثل بتاعنا واحد من الستيك هولدر ما 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 وصلوا الايميل او كده يعني اوكي بعد ذاك منجي بتعمل حاجه اسمها perform risk identification انت هنا بتحدد الـ انك انت اي ريسك قد يحصل قدام في المشروع في حاجه اسمها qualitative risk analysis وفي حاجه اسمها quantitative risk analysis اللي هو في تقييم الخطر quality اللي هي الجوده يعني هل الخطر ده يعني شكله كيف حيكون كم خطر يعني لازم الحته دي بتعمل لها ايدنتيفيكيشن فيري كلير برضه اوكي وحاجه بعد ذاك في نفس الحته بتاعت الريسك دي انه الريسك ريسبونس بلاننج تعمل بلان لانه والله يا اخي لو حصل كده المكنه دي لو اتعطلت نحن البديل بتاعها شنو اوكي الريسورسز دي لو اتاخرت البديل بتاعها شنو اوكي متوقع انه تتاخر كم مره اوكي لو اتاخرت انا المشروع بتاعي ده حيتاثر قدر شنو لو مثلا بدلتها يعني ريسورسز ال الحته اللي احنا بنجيب منها حاجه معينه دي خلاص قفلت او حصل فيها اي حاجه اوكي البديل شنو اوكي فلازم المخاطر بتاعتك دي تكون انت محدده ايوه اخر حاجه يا جماعه go back iterations دي يعني انت ممكن ترجع تاني لاي واحده من الحاجات دي لانك انت لسه في المرحله بتاعت البلانينج ممكن ترجع تعمل ريفايز للحته بتاعت الريسك ممكن تعمل ريفايز للرولز اند ريسبونسبيلتي يعني بعد ما خلاص انت ايدنتيفاي التيم بتاعك واذا حصل انه والله في ناس انت وظفتهم ما قدروا يجوا لاي سبب يعني من برا مشكله بتاعت تاشيرات مشكله بتاعت انه مثلا مرضوا او غيروا رايهم ما عايزين فانت لسه عندك الفرصه انك انت في البلان بترجع تغير يعني قبل ما تصل للمرحله بتاعت التنفيذ اي سؤال واضح اوكي طيب نمشي للحاجه البعديه اللي هي بنجي بقى المرحله بتاعت الاكسكيوتنج انت هنا بتطلع بشنو يا جماعه بتطلع بحاجه اسمها بروجكت مانجمنت بلان من الحته بتاعت البلانينج بتطلع يعني دي خلاص انت الاوراق كلها بتاعت البلانينج بتاعتك جاهزه الدبليو بي اس ستراكشر الدبليو بي اس الديكشنري السكيدول التايم بتاع البروجكت كل شيء انت خلاص جهزته بعد ده خلاص بتمشي تبدا المرحله بتاعت قبل يا جماعه الحانة في شنو في حاجه اسمها اللي هو كيك اوف ميتنج اللي هو الاجتماع بتاع خلاص انك انت تو ستارت البروجكت ده دايما بيكون في النهايه بتاعت البلانينج خلاص بعد ما
البلانينج بتاعتك كلها جاهزة، الأمور كلها تمام، حددت حاجاتك كلها، حددت انك هتبدا المشروع 200 ده، هنا بعد ده بتبدا المشروع. اول حاجه انت لازم المشروع ده يتنفذ على حسب الخطه دي، واحده من المهام بتاعت البروجكت مانجر، انه يكون متاكد انه البروجكت ده يتنفذ حسب الخطه اللي هو عمله في البلانينج. اوكي، بعد ذاك يبدا البرودكت سكوب، ده قبل واحده من الشابات الظريفات دي سالت منه، ده هنا انت بتعمل البرودكت سكوب. اوكي خلاص انت بديت تنفذ، والله يا اخي البرودكت سكوب ده شكله حيكون كده. اوكي بعد ده لو حصل اي، وعليكم السلام يا دكتور، انا اسف معلش للمقاطعه. طيب بس عندي سؤال بسيط بالنسبه للي هو البدايه بتاعه البلانينج، انت بتعرضه قلت على الشباب في الكوهولدرز، بالنسبه للعمليه بتاعه الاستيميشن بتاع الكوست، التأثير بتاعه بالنسبة لشنو البادجت اللي هم مدينك له بالنسبة للمشروع؟ ما أنت بتقدمه، أنت ما بتقدمه ليون، أنت بتعمل البادجت وبتقدمه ليون. أوكي يعني أنت مثلا خلاص عملت هم ما من بيقول لك والله إحنا مثلا المشروع ده خدت له كده، ممكن هم يكونوا يقول لك والله إحنا خدت له المشروع ده مثلا 100 مليار. أوكي لكن أوكي. انت لقيت انه المشروع ده والله يا اخي 100 مليار دي ما بتنفع، يعني انت بتخش في عشان كده واحده من الـ من الـ من الـ من البروجكت مانجر رولز اللي سكيلز اللي هي التفاوض. اوكي انك انت بتقدر تفاوضهم عشان تقنعهم انه والله يا اخي البودجت دي لا ما بتكفي، انتوا لو عايزين الموضوع ده انا ممكن اعمل لكم بالبودجت بتاعتكم، لكن حيكون في مشكله في الكواليتي، وحنمشي بعدين نلقى انه ممكن مدير المشروع يضغط في الكواليتي على حساب الزمن وعلى حساب الميزانيه، لكن ما الكواليتي حاجه تكون مؤثره على الفاينل برودكت. اوكي يعني اريد انا هعرض الحاجه اللي حصلت البلانينج ده هعرضه على الشباب في الكيب هولد، مش كده؟ طبعا طبعا بموافقتهم بالامضاء. ايوه ما عشان كده قلنا يكون في حاجه اسمها الكيك اوف الكيك اوف ميتنج، ده في الاجتماع ده خلاص ده ابروفت الحاجات كلها وخلاص انه البلان بتاعتك دي ابروفت، وبعدين انت هتبدا التنفيذ، لانه في النهايه لو ما هم ابروفت الحاجه دي ما حتقدر، يعني انت ما عملت البلان بتاعتك بتمشي تدالي لمدير لصاحب المشروع او للبي ام او مكتب اداره المشاريع في لما يكون هو دايركتيف. اوكي هم بعد ذاك وافقوا على الميزانيه وافقوا على البلان بتاعتك كله تمام، اي تغييرات حصلت في الكوست ارجع تاني اعيد في الحسابات حقتي والحاجات حقتي، مش كده؟ بالضبط كده. حنيجي نشوف انه في بعدين لما تحصل حاجه زي دي انت المفروض تعمل شنو. مظبوط، دي شكرا. كلها بتخش في الحته بتاعه التشينج ريكويست. شكرا يا دكتور. طيب الله يديك العافيه، نجي لل اكسكيوتنج. زي ما قلت لكم ان انت واحده من المهام بتاعتك انه المشروع ده يتنفذ حسب الخطه. اوكي بعد ذلك بتبدا بروديوس البرودكت سكوب، خلاص انت بديت البرودكت بتاعك بدا شكله مع المتصهر او مع المتضح. اوكي لو في اي حاجه في البرودكت عايزه تغيير انت ممكن بعد ذلك تعمل تشينج ريكويست، تطلب تغيير، حصل انه والله زياده في الاسعار انت بتعمل تشينج ريكويست. اوكي التشينج ريكوست ده فيه حالتين، يا اما ترفض يا اما وافقوا عليه. وافقوا عليه انت ما تتاكد انه التغيير ده يتنفذ. اوكي مثلا احنا دايرين نغير اللون من لون المطبخ من لون ابيض للون بيج او واتيفر اللون شنو، انك انت بعد ما عملك ابروفل المفروض تجي تتاكد انه التشينج ده هاز بين امبلمنتد. اوكي بعد ذلك في حاجه شنو، انشور كومون اندرستاندينج، يعني في انت البروجكت انت لازم يكون عندك مع التيم بتاعك تكون فاهم الحاجات ماشيه كيف، يكون مثلا والله لو في تغيير انت تكون يعني ما تكون بمعنى الكلام انت ما تكون بس خلاص انه والله يا اخي البلان دي اي حاجه مفروض تتنفذ. يس ده هو الشغل بتاعك، لكن مرات لما يكون في حته بتاع التغيير انت لازم تكون فليكسبل، انت لازم تعرف انك تتعامل مع التغيير كيف، انت تعرف كيف تتعامل مع الريسك، كيف تتعامل مع الستاف التيم بتاعك.
اوكي. فهذه كلها انت لازم يكون عندك شنو، يكون عندك common understanding. اوكي. use the work authorization system. اوكي. انك انت مثلا الاوثرايزيشن بتاعتك او الاوثرايزيشن انك انت تدي الموظفين ديل اجازه كل اسبوع مثلا نص يوم. اوكي. ممكن تستعملها يعني عادي، ما في مشكله. يعني اي حاجه انت عندك بتقدر تستعملها، ممكن بتستعمل هنا في المرحله بتاعت الاكسكيوت. امبروف كونتينيوسلي امبروف، يعني انت طوال يكون في حته بتاعت امبروفمنت. اوكي. امبروفمنت في التعامل بتاعك، امبروفمنت في الشغل، في يعني انت تتاكد انه والله يا اخي المشروع ده لما يتم حيتم يكون 100%، وبرضه انت اكتسبت خبرات في انك انت في اداره المشروع. اي سؤال يا شباب؟ الحاجه المهمه هنا يا جماعه، احنا دايرين نطلع بها من الحته بتاعت الاكسكيوت، اللي هي اكسكيوت ورك اكوردنج تو ذا بلان والتشينج ريكويست. دي هنا اهم حاجه في الاكسكيوتنج. اوكي يا شباب، اي سؤال؟ اوكي. بالنسبه للتشنج بتاع الريكوست، ممكن هذه ما بأثر في التشنج بتاع البلانينج بتعمل لا ما هو ما لانه بأثر على البلان بتاعتك. انت لازم التشنج ده لازم يمر عبر اللجنه بتاعت التغيير. نحن اتفقنا من اول يوم انه في حاجه اسمها تشينج ريكويست كوميتي. فالتشينج فاللجنه دي هي مسؤوله انه هي تراجع التغيير ده، تشوف هل التغيير ده ممكن يتعمل، بياثر على شنو. ما لانه اي تغيير بياثر على الزمن، وبياثر على الميزانيه، وبياثر على الكواليتي بتاعت المشروع، جوده المشروع. فعشان كده لازم يمر عبر اللجنه دي، لانه ممكن يحتاج انه يرجع للكاستمر يقول له والله يا اخي، او صاحب المشروع، والله يا اخي احنا محتاجين لقروش زياده، لانه والله اللي حصل كذا كذا كذا. وهو واحد من الناس المفروض يكونوا في اللجنه صاحب المشروع. او ممكن برضو يدخل حاجه تاثر على المشروع سلبا، فلازم يعني هو ذاته التغيير ده لازم يكون دقيق، يعني يدرسوه بصوره ما تاثر على المشروع. ازيت بالضبط كده. عشان كده هو اتخطى في الحته بتاعت الـ في الاكسكيوتنج. لو اصلا هو حاجه ما مهمه ما كان اتخطى هنا. ايوه. بعدين هو التشينج دايما بيقبل انه يترفض او ليه يترفض. ممكن التشينج معلش يا دكتور، التشينج قلت لك لانه عنده احتمالين. يعني مثلا التشينج كان بيقبل لازم يكون ما بأثر تاثير ميجر على المشروع. ممكن تشينج، ممكن كاستمر يقول انه داير في كونستراكشن بروجكت، داير بيتلو عمود، ممكن اثر على المبنى مثلا. ف أيوة. واحد ثاني انه التشنج ده اذا باثر على المبنى او على السكيلتون بتاع المبنى يترفض مثلا، لانه هياثر على البروجكت كله. ايوه. عشان كده في التشنج ريكويست كوميتي، هي اللي بتدرس التغيير ده. اوكي. وهو الاثنين اللي بيطلبوا التغيير، يا اما مدير المشروع يا اما صاحب المشروع. مدير المشروع ممكن يطلب التغيير لحاجه ريسك حاصله، يعني خطر، عشان كده لازم يحاول يغير سريع، او تو امبروف حاجه، يعني حاجه يعني حاسبها انها هي يعني ما قد تكون مشكله. اوكي. فبيقوم بيطلب التغيير، او صاحب المشروع ذاته يجي يطلب التغيير، يقول والله يا اخي انا عايز الحاجه الفلانيه. عشان كده لازم التغيير عنده لجنه، والتغيير ده من الحاجات المهمه جدا جدا في المشاريع. تمام يا شباب؟ ممتاز. طيب دي المرحله التنفيذ، يعني دي مرحله التنفيذ. يس. الاكسكيوتنج. نعم. انه نبدا. نعم. صوتك مقطع، ما سمعنا سؤالك. صوتك مقطع. طيب قلت دي مرحله التنفيذ، يعني التنفيذ الفعلي دي المرحله بتاعه التنفيذ. ايوه، هي الاكسكيوتنج بروسيس. دي المرحله بتاعه التنفيذ. اوكي. طيب في المرحله بتاعه التنفيذ ذاتها يا جماعه، انت بتدي
هدايا بتكرم التيم اللي معاك الشغال معاك، مثلا واحد يعني عمل وصل يعني عمل حاجه جميله جدا في المشروع كويس، انت تشجع له بتدي هديه، بتدي يوم اوف، تقول له خلاص انت عندك اجازه وكذا كويس. عندنا حاجه اسمها يا جماعه الايشولوجز. الايشولوجز ده اللي هو الدفتر بتاع دفتر احوال المشروع، يعني اي مشكله حصلت في المشروع انت لازم تكتبها. اوكي، لا اي حاجه يعني حصلت بالايشو بتكتبها، لكن هي بقول لك الحاجه المفروض تتعمل في البروجكت مانجر يعملها اي حاجه، اكتب اي حاجه في المشروع، انه والله بكره مثلا حيتعمل 1 2 3 كده حصل كده 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 كويس، دي ذات بتستفيد منها بعدين في الليسون لير. لكن جنرالي سبيكينج الدفتر بتاع لا بتعمل فيه، حتى لو حاجه حصلت حاجه للواحد من العمال يعني جرح حصل له حاجه، انت لازم تكتبها في الـ في الايشولوج. اوكي، حصلت حاجه في نعم اي دفتر الملاحظات اول دفتر ملاحظات، ايوه نعم. بعد ذاك شنو مثلا حصل اي كونفليكت انت لازم تحله، انت حصل اي اشكال في التيم، يعني مثلا اختلف انه والله ينفذوا الحاجه دي او ما ينفذوا، او لا انا ما بشتغل مع عامر، لا المعز ده والله يا اخي انا بحب اشتغل معه كده، انت مفروض تكون اي حاجه حصلت انت مسؤول منها تعمل لها تحل الاشكال ده سريع جدا. حصل مشكله بتاعت مثلا الراجل بتاع المفروض يجيب لكم السيخ وكده يتأخر، وإنك أنت مثلاً سريع جداً قبل ما الموضوع ده يبقى لك ريسك، ممكن سريع هو جاي بالطريق مثلاً وقفوا ناس الشرطة الطريق بتاعه مثلاً يبعطل وكده، أنت مفروض يكون عندك حل للموضوع ده سريع جداً تتصرف كيف يعني. أوكي، أي مشكلة كبيرة أو صغيرة باختصار يعني. بعد ذاك إنك أنت شنو يكون عندك طوالي الانفورميشن، أوكي المعلومات، أنت طوال تستقبل المعلومات وترسيلها، أنت تكون مفروض انت الامين بتاع انك انت تستقبل المعلومات وترسلها، يعني ما مفروض تكون في معلومه انت بس جاتك معلومه انه والله يا اخي حيكون مثلا في يعني في ظرف معين حيحصل، انت مفروض المعلومه دي طوالي تمشي تتواصل مع الـ مع الـ مع الناس المسؤولين منها مثلا. اوكي، يعني يعني يكون في تبادل معلومات طوالي في المشروع، وانت تكون تعمل اداره للحاجه دي يعني. اوكي، الميتينجز، اي ميتينجز انت اللي بتعمل الميتينجز، وانت اللي بترأس الاجتماعات يعني. اوكي، الا في حاله انه مكتب المشروعات يكون هو الدايركتيف، في الحاله دي ممكن مكتب المشروعات هو اللي يدير الاجتماعات او يحدد لك الاجتماعات، يقول لك والله الاجتماعات دي احنا دايرينها مثلا كل اسبوع يوم الخميس من الساعه 2 للساعه 4 ده الاجتماع الاسبوعي بتاع المشروع. اوكي، لكن بغض النظر كده انت مفروض تكون مزول من الاجتماع، انت تحدد منو اللي بياخد المينيس بتاعت الاجتماع، الاجتماع يكون الساعه كم، عايز الاجنده بتاعت الاجتماع انت اللي بتخدها. اوكي، دي في حاله تكون شنو البي ام المكتب اداره المشروعات ما يكون دايركتيف، لكن في حاله دايركتيف هو بيعمل الحاجات دي كلها. اوكي، هنا انت بتحدد السيلرز. اوكي، السيلرز اللي هم شنو المشترين، يعني مثلا انت لو البروجكت بتاعك ده مثلا حاجه بتتباع، انت المفروض تكون محدد انه منو الحاجه يشتري منك الحاجه دي. اوكي يا شباب، اوكي ما فضل لنا كثير، خلاص يعني قربنا نخلص، عشان شايف الشباب بدوا. اوكي، نمشي مونيتورينج اند كنترولينج يا جماعه. في المونيتورينج اند كنترولينج انت مهمتك الرئيسيه انك انت تراقب الاداء بتاع المشروع ده. اوكي، تراقب كل شيء، بتقيس اللي هو الاداء، بتشوف الاداء ده ماشي كيف، والله نحن ماشيين على حسب الخطه، تمام جدا جدا، والله يا اخي نحن مثلا عندنا التاسك رقم ايه ده ما انتهينا منه قبل الوقت، يلا الوقت الفضل ده المفروض نستخدمه في شنو. اوكي، بعد ذاك لو حصل اي حاجه في اللي هي determine variance and if they warrant a change request، لو حصل اي تغيير، هل الحاجه دي لو حصل اي يعني مثلا انت يعني عايز تنتج 20 قطعه قمت انتجتها المره دي 19 في الاسبوع ده، هل الحاجه دي بتستدعي انك انت تعمل تطلب تغيير والله ما بتحتاج، انت اللي بتحدد الحاجه دي، لانه في قبل انا قلت لكم اللي بيطلبوا التغيير اثنين،
انت مدير المشروع او صاحب المشروع، تمام؟ بعد ذاك انك انت تحاول بقدر الامكان انه التغيير ده ما يحصل، تحاول تحل المشكله قبل ما تصل للمرحله بتاعت بتاعت التشينج ريكويست، لانه التغيير ده من الحاجات اللي بيكرهها مدير المشروع والحاجات اللي بيكرهها صاحب المشروع. يعني مثلا انت عايز البيت بتاعك ده مثلا ينتهي في 3 شهور عشان تجي تسكن فيه، اوكي، لو مدير المشروع ده اخره لك انت حتزعل، صح؟ حتزعل، ويعني ممكن تقول ممكن تقول يا اخي انا ذاتي خلاص ما عايزك، شوف ليك بشوف لي زول ثاني عشان يجي يكمل لي المشروع ده، اوكي. فانت تحاول تفاجئ دي، اوكي. لو خلاص اضطريت انك تعمل التشينج، خلاص انه والله يا اخي انا لازم يحصل فيه تغيير، انت المفروض انيشيت الحاجه دي، انت المفروض تطالب بالتغيير، ما زول غيرك، كتابيا او تتصل تلفون بمكتب المشروعات في حاله انه دايركتيف، او بالصاحب المشروع تتصل بوت تقول له والله يا اخي احنا لازم نعمل تغيير في الحاله الفلانيه كده كده كده. بعد ذاك بيجي بيجتمعوا، اوكي. طيب بيرفورم انتجريتد تشينج كنترول، دي الحته اللي انت بتكون عارف فيها منو لو حاصل لو في تغيير انه منو المفروض يجتمع في الاجتماع بتاع انه يوافقوا لنا على التغيير ولا لا. انت بتحدد الحاجه دي، انت قبل عملت ليها في البلانينج في المخاطر بتاعتك انه والله يا اخي ممكن تحصل حاجه الفلانيه، في نفس الوقت انت بتكون عارف انه منو في اللجنه بتاعت التغيير، فحصل اي تغيير انت لازم تعمل له كنترول، اوكي، الطلب بتاع التغيير، وبعدين التغيير لو وافقوا عليه او يترفض. لو يترفض التغيير انت حتعمل شنو؟ حلك الثاني شنو؟ اوكي يا شباب، اوكي اوكي. ده في المونيتورينج اند كنترولينج. طيب تفضل لنا بس سلايدز. المونيتورينج برضو يا جماعه انت دائما يكون تعمل ريبورت للبرفورمانس بتاع المشروع طوالي، يعني توري في الاجتماع الاسبوعي او الاجتماع الشهري انه والله يا اخي البروجكت ده حصل فيه ونحن عملنا فيه كده وعملنا فيه كده وعملنا فيه كده، الحاجه الفلانيه في التاسك الفلاني نحن طلبنا تغيير لانه كده كده كده، يعني لازم يكون عندك تغيير. بيرفورم ريسك اوديت اللي هي انت دائما بتعمل تفتيش للمخاطر، كويس، لازم تكون متاكد انه المخاطر يعني ما حتحصل خطوره من الحاجه دي، اوكي، سواء كان الخطوره دي هيلث اند سيفتي للعمال، سواء كان في المشروع ذاته ممكن تحصل حاجه خطره، فانت لازم تكون طوال تكون مراقب الحاجات دي، اوكي. ممكن انت تراقب عن نفسك او ممكن انت يكون عارف انه والله يا اخي انا عندي في التيم فلان وفلان دول هم حيراقبوا لي الاداء بتاع المشين رقمي 5 او الخط بتاع المصنع بتاع رقمي كده يعني، اوكي. بعد ذلك مانج ريزيرفز، منو يا شباب يترجم لنا الحاجه دي؟ ريزيرفز مانج الاحتياطي، وين يا تفهيم مانج ريزيرفز اللي هي الاحتياطي، الاحتياط انت احتياط بتاع الريسورس، احتياط بتاع لنا، انت اللي بتعمل له مانج، اوكي. لانه بعدين لما نيجي في الكلوزنج لما نمشي للكلوزنج حنشوف انه الريزيرف ده المفروض يحصل فيه شنو، اوكي. انت الريزيرف ده ممكن يكون يعني ديفرنت ريسورسز، مش كده؟ ايوه، المهم يعني من الريسورس بتاعت البروجكت يعني هي في النهايه، اوكي. بعد ذاك انت المشتروات، انت اللي بتكون عارف انه والله يا اخي احنا حنشتري كده واشترينا كده والفواتير محتفظ بها، يعني دي برضو مهمة جدا جدا. برضو لو بيع، لو المشروع بتاعك ده بيبيع الحاجات، انت بتكون برضو السيلز مانجر في نفس الوقت، يعني مش السيلز مانجر لكن انت بتكون مراقب برضو المبيعات، عارف انه والله يا اخي المبيعات احنا الشهر ده بيعنا كده والشهر القبلي وبيعنا كده، اوكي، وانه القروش نزلت في البنك او ادونا لها شيكات او بنصرفها كده، فالحاجه دي انت المزول منها برضو. في حاله انك انت بتشتري عشان تنفذ المشروع بتاعك برضك انت مزول منها، تمام. اي ثينك المونيتورينج كنترولينج، نعم، ده الشغل بتاع انفنتوري مانجمنت. انفنتوري مانجمنت بالضبط كده، الاثنين ديل انفنتوري مانجمنت. يس، ثانك يو فيري ماتش. اوكي، يلا نجي في اخر حاجه يا جماعه،
كلوزز. في الكلوزنج يا جماعه تتاكد تماما انه الشغل ده اكتمل على حسب المتطلبات. انه والله يا اخي نحن قبيل في السكوب بتاعنا بتاع المشروع انه والله عايزين بيت عماره 7 طوابق، انت تطلع 7 طوابق زي ما اتفقنا، الا يكون حصل تغيير والتغيير ابروفد بعدك ممكن، لانه التغيير بغير في السكوب نحن قلنا لو عمل له ابروفد. اوكي بعد ذاك اي مبيعات اي مشتريات لازم تتقفل خلاص، نحن والله قفلنا الفواتير بتاعتنا كل شيء جاهز عشان يجوا المحاسبين بعدين يراجعوها ويكون كل الامور تمام. اوكي بتاخذ الفورمال اكسبتنس يعني من صاحب المشروع، انت لازم يجي يستلم منك المشروع ده فورمالي، يستلمه منك بامضاء اوكي يوقع، ما خلاص انه والله يا اخي انا استلمت المشروع وكذا، لا لازم يوقع، دي مهمه جدا جدا. اوكي التقرير الختامي بتاع المشروع انك انت لازم تتاكد انه يا عملته انت يا عمله لك ناس البي ام او او واحد من التيم بتاعك، لكن انت متاكد منه، انت عارف انه الريبورت ده تقراه وتتاكد انه الامور كلها تمام. اوكي نجي هنا لإندكس أن أركايف ريكوردز، أي حاجة بتخص المشروع ده لازم أنت تمشي تخطها في الـ PMO عشان دي بيستفيدوا منها في الليسون ليرن. أوكي هنا طوالي جاب عادة شنو قال لك أبديت الليسون ليرن، أنت طوالي في يعني مثلا الليسون ليرن دي أي شركة عندها طريقة محددة للليسون ليرن، هل هي في بيشيلوا الميتينج بتاعت الاجتماعات، هل هي مثلا كتابة تقرير، المهم انت في النهاية برضو تتأكد انه الحاجة دي updated، سواء كان انت عملت لها update بنفسك او في زول تاني بيعمل لها update. اوكي hand off completed product، انت خلاص سلمت البرودكت ده اوكي والموضوع خلاص انتهى. release resources، في resources زي ما قلنا قبل manage reserve، في resources بتكون فضلت مثلا في المشروع اوكي انت حتعمل فيها شنو، هل هتمشي ترجعها للكاستمر، هل انك انت حتبيع، المهم انك انت تطلعها من عهدتك يعني بمعنى ثاني انه الحاجات دي خلاص مؤجره بالضبط كده، في حاجات مؤجره تكون اتاكدت انه الحاجات دي كلها طلعت من عهدتك. تمام يا شباب تمام احنا كده ختمنا. فسؤالين سريعات كده، فالسؤالين ده يا جماعه داير المره دي تعملوا شنو، في واحد اللي جاء في الاله في الزوم ما يقولها، بس يقول لي مثلا يرسل لي الحرف يقول لي اي بي كده يعني، فانا بشوف الشات يعني في الشات رسل الاجابه الصحيحه. تمام عندكم دقيقه واحده عشان تجاوبوا السؤال، دقيقتين طيب عشان ما تزعل. لو عايزين اشرح لكم بالعربي او في اي مشكله انا ممكن اشرح لكم، رساله خاصه يا شباب ما ترسلها في العام. انا عندي مشكله في الرسائل يا دكتور، شكله ما صفر ما سامعك ما قدرت اعرف الرسائل، انا عرفت الجواب او حددته لكن في الشات في الشات امشي على الشات. اوكي خلينا نشوف وين في الشات. اوكي participants participants عفوا اوكي لقيت ايوه نعم. هي بتجي في هم لانه في الناس مرسلين لنا everyone شايف المفروض تكون ليش انت اي لا رسلها اي برايفت فرسلوها يعني روى وهبه رسلوها برايفت. اوكي محمد عثمان برايفت فيري جود عامر لقيت اكسلنت زبير محمد يوسف يلا فضل 30 سكند 30 ثانية اوكي ما شاء الله ما شاء الله اوكي
الإجابة الصحيحة دي المرة الاثنين في أي مرحلة مراحل المشروع أنت بتعمل detailed project budget created، يعني أنت الميزانية بتعملها متين، الميزانية المفصلة، الميزانية المفصلة دائما بتكون في planning. والإجابة الصحيحة سي. آخر سلايد سؤال تاني برضو سريع، بليز رسل الإجابة برايفت. متين انت بتعمل بتحدد الهاي ليفل ريسك، يعني المخاطر يعني كده، يعني بس اوفر فيو للمخاطر اللي في المشروع يعني. فبليز رسلوا رساله برضه، رساله خاصه. دقيقه واحده لانه ده سؤال سهل، هو سهل لكن عشان ترسل الاجابه. طيب الزبير، المعز، أسامة، يوسف، فاطمة، سمر، خالد. أوكي. ما شاء الله، excellent. ما شاء الله، شكرا جزيلا. الإجابة الصحيحة طبعا دي اللي هي في الانيشيتنج، ودي امبارح تناقشنا يعني. اوكي، فالاجابه الصحيحه هي سي. وبذلك نكون يعني ختمنا المحاضره بتاعتنا. فانا حاسس الليله شويه المحاضره ممله ولا شنو يا جماعه؟ بالعكس والله، بالعكس. لا بس التزمنا بال اوكي شكرا جزيلا. الاسئله الاخيره دي شويه دكتور. شكرا جزيلا لك يا دكتور. الله يديكم العافيه، الله يديكم العافيه. قمه المتعه والله، ربنا يوسع خير. جميله، شكرا لك. الله يعطيك العافيه. العفو. شكرا. المحاضره خطيتها في الكلاس روم يا جماعه، المحاضره خطيتها في الكلاس روم، وخطيتها الاثنين يعني، خطيتها باور بوينت بي دي اف. دكتور ياسين. نعم. اوكي، السلام عليكم. انا حليت الكويز رقم 3 ده بعد ما رسلت الرابط طوالي، فجاني في الجيميل انه قاموا قالوا لي، حتى رسلت لك انه يعني على حسن الحظ عملت كان سكرين شوت لدركتي، فرسلت لك رساله قلت لك انا يا اخي انا سلمت طوالي، ليه السبب شنو؟ ما قدرت، ما اعرف، بس انه يكون بس الشبكه ولا يكون هاي، لكن انا لاحظت ثاني ولا كيف؟ ممكن تعيد ثاني، هو فاتح يعني، هو نفس الحاجه اللي حصلت لي. الو ايوه. معلش يا دكتور، اي نفس المشكله دي حصلت لي، لانه انا اللينك اللي فتحت الرابط بيجيب لك بتحرك في الجوجل كروم او الجوجل، ايوه الجوجل فورم. يس الجوجل فورم، فمرات الجوجل فورم ما بيعمل ابديت للكلاس. اوكي لكن شوف الحاجه اللي حصلت، لو لما شوف انا ممكن اسي سريع اوريكم ال يعني خلونا شير للسكرين كده سريع. طيب شايفين السكرين؟ ايوه كويز رقم 3. اوكي أيوة. شوف انا عندي 29 ما شاء الله، يعني 29 ريسبونس. اوكي دي الاسامي بتاعت كلكم، يعني اي واحد ممكن يعمل انتفاي للايميل. اوكي هي الدرجه 90 ما شاء الله، يعني 80 70 ما شاء الله. فيري جود. اوكي يعني لو في واحد مثلا عمل له مرتين هنا مثلا، دي 2 اتيمبتس، يعني دي اتعملت مرتين يعني. اوكي هنا برضو دعملت مرتين، لكن هنا دي دعملت مرة واحدة، لكن الإيميل ده ليه مكرر هنا في، أو دعملت برضو هنا دعملت مرتين. يس فيمكن يكون ما حسيت ما ترسلت المرة الأولى ولا الحصل شنو ما بعرف، لكن المهم في النهاية ريسيفد يعني. أوكي الحاجة اللي أنا الحاجة البسطانية جدا يا جماعة والله صراحة، لما نجي اشوف ال مش الكويتشن، لما نجي اشوف السمري هنا فبلقى انه هنا، ايوه هنا شوف مثلا السؤال ده الناس اللي جاوبوه 24 من 29 جابوا الاجابه الصحيحه، يعني 82%. اوكي هنا
86% ما شاء الله. رقم السؤال رقم 3 82%، السؤال رقم 4 72%، 5 82%. يعني والله اكسلنت، ده هنا 96%، هنا 55%. ليتل بيت السؤال ده، مع انه هو سؤال يعني ما صعب لكن يمكن يكون تريك شويه. هنا 75%، هنا 75%. فعشان كده انا من البدايه قلت انا داير الكلاس يكون يعني ماكسيمم يكون 30 عشان الحاجه دي، عشان انا اقدر اعرف انه المشكله وين. يعني الاستاتستيك بتاع الاول البرفورمانس، لانه سعنا البروجكت مانجر بتاع الكورس ده، فانا مزول من الحاجه دي، ارغب البرفورمانس، ولو في اي تغيير نعمل تشينج ريكويست وكده يعني. وانتوا انتوا اصحابين المشروع من جهه، ومن جهه انتوا الستيك هولدرز يعني، فانتوا هنا عندكم دورين. فلو في اي سؤال ثاني يا دكتور، سؤال لا سؤال الدكتور، السؤال موجود. اه تفضل السؤال. في انزيس بروجكتس في نفس الكويز. طيب انزيس بروجكتس which what's your رقم كم؟ I don't know it is but I know it. طيب ها انزيس بروجكتس the project manager appoint the project charter in the main outcome. ده هنا في رقم 3 ولا 2؟ في 3. هنا the project sponsor has signed the project charter. اوكي okay. البروجكت charter has been final. يعني ده اللي هو صاحب المشروع هو عمل ساين للبروجكت charter. اوكي okay. طيب البروجكت مانجر المفروض يعمل شنو؟ ما هو اللي بيحصل شنو؟ اللي بيحصل انه البروجكت مانجر بيعمل البروجكت charter. اوكي okay. ممكن يعمل وممكن مرات يكون يجي يسلموا البروجكت تشارتر جاهز. اوكي لكن في حاله انه هو خلاص استلم، في كل الاحوال لما يستلم البروجكت تشارتر جاهز ومضى عليه صاحب المشروع او الراعي بتاع المشروع مضى عليه، الخطوه اللي بعدها المفروض مدير المشروع يعمل شنو؟ ستارت كرييت المانجمنت بلان. خلاص بعده هو بيبدا بيمشي من المرحله من الانيشيتنج، بعده بيمشي للمرحله بتاعه البلاننج. انت يا دكتور السلام عليكم. وعليكم السلام. قلت نقرا ساعتين ده نقراهم من يعني اقراهم من الكتاب. الساعتين دي كيف القرايه؟ الطريقة اللي بتريحك يعني. ممكن تقري من تبدي يعني، انا بنصحكم تبدا من السلايد اول حاجه، لانه السلايد هي ما يعني ما واو صراحه. أنا السلايد بتاعتي دي ما واو، لكن شنو بتفتح لك الباب او بتخلي عندك بتوريك انك انت مفروض تقرا وين تمشي تقرا اسمها شنو البي ام بوك الجايد. ايوه فالجايد ده انت برضو في حاجات ما بالضروره تقريها، لانه في حاجات كده بتلقاها حشو يعني ما محتاج انك انت تقريها يعني كويس. لكن تركزي على الحاجات المهمه، مثلا بروجكت كارتر يعني شنو، المرحله بتاعت مثلا الاستراكشر بتاعت الاورجنايزيشن يعني شنو. دي الحاجات المفروض الزول يقراها. في حاجات مثلا زي البي ام او اللي هو مكتب اداره المشاريع، ده ما بيحتاج ترجعي للنهاية لانها واضحه. اللي هو عنده ثلاثه ادوار، اي دور لما يكون دايركتيف المفروض يعمل شنو، لما يكون السلايدز ويل بريبيرد يا دكتور، ما يعني ما فيها كلام. الله يديك العافيه والله. انت عارفه يعني بقعد فيها عشان تطلع كده حاجه يعني انها تكون ما فيها تكون كلام للناس والله. كلهم يعني تكون حاجه يعني ترضي 90% من تطلعات الناس يعني. ما فيها كلام والله، هي بتدي الخلاصه والله. ايوه الله يديك العافيه. طيب يا دكتور. ايوه تفضلي. طيب لو ممكن الدي اوف ممكن يكون بكره؟ انا ما عندي مشكله، انتوا قرروا انه يكون 200. انا بالنسبه لي اي هاف نو اني بروبلم، قاعد في البيت محجوز مقفول ما عندي اي حاجه، فانتوا حددوا اليوم اللي بيريحكم. كلنا مقفلين. خالد وين؟ خالد شكله خالد وين؟ خالد ما تكلم.
قاعد الألفا. السلام عليكم. عليكم السلام. اتناقشوا دقيقة وبجيكم راجع. اتناقشوا في الموضوع بتاع الـ 1200 وبجيكم راجع. أوكي. طف عليه. أوكي. تمام. إذا بيجا السبت السبت السودان إجازة أفتكر السودان والسعودية. السبت بيكون أنسب إذا الناس ما عندها معنا يعني. والله أنا واحد من أنصار الويكندز يعني يا سبت يا جمعة. يلا احنا بالنسبه لنا سبت واحد الويكند بتاعنا. انا شايفه بكره انه احنا وقفنا في مرحله يعني خلاص يعني شبه مرحله يعني انتهينا من وقفنا حد الكلوزنج يعني دي مرحله كلنا فاهمينها كده فاحسن نعمل ريفايز للفات. انا وثني على القعده القميص يعني يكون عندنا فاصل نقدر نذاكر فيه شويه عشان نستعد مرحلة لان الجايه حتكون اكبر. ايوه يلا انا قصدي كده وبما انه المراحل دي كلها مرتبطه هذا كده انتوا قصدكم الايام الخميس ولا الجمعه يعني انا بس يوم واحد ابدا واحد يذاكر يعني هو ان احنا وصلنا الكروسنج مش معناته كروسنج خلاص المشروع لا لا انا ما قصدي كده احنا فاهمين لكن احنا هنعمل دريل داون على الديتيلز يعني احنا هسه خلي يعني احنا فاهمين احنا وين لكن احنا هسه حاليا في المرحله بعد في الاوت لاين بس ممكن بس ثانيه طيب ممكن عايز اعرف هو في ايه طيب يا ندى بس يا ندى عايز الاجازه الثانيه يا ندى الاجازه خلاص طيب حق الناس في الشات انا وجهه نظري انه في الشات الناس تكتب اي اليوم اللي عايزاه بعدين نشوف التوتال بتاع الناس اوكي يعني الناس تحدد تو اوبشنز يعني الخميس والجمعه يا ندى يلا فحار الخميس يعني لا الناس تعمل تو اوبشنز خيارين الخميس او الجمعه فالناس اختار يا اما الخميس يا اما الجمعه صح ولا انا غلطان ما ممكن السبت ايوه اكتبوا انتوا اعملوها زي جبيل امشوا في الـ في الـ في الـ او هنا مثلا او في الشات اي يعني اكتبوا انه مثلا اي حد يكتب اليوم ايه انا اقول السبت مثلا خلاص اي ممكن اي زول ايوه بس اكتبوا في لايفري ون ايوه طيب ما ممكن واحد مثلا ثاني يقول يا جماعه الخير خلوها الاثنين اوكي فكده حنكون بعثرنا نفسنا ما بين اكثر من 4 أو 5 خيارات ما هو شوف يا الخميس يا الجمعه يا السبت بنتكلم يا استاذ بنتكلم انه الاوف 200 عايزين الاوف 200 الجمعه السبت الاحد سوري الخميس جمعه سبت خلاص نصود على الثلاث ايام دي دكتور اي واحد يكتب اليوم دكتور ايوه والالوف ده الالوف ده الالوف ده برضه مش بيكون في البلان بتاعت الخطه حقت اللي اسمه شنو خطتنا ذاتها يعني بتاعت الكورس مفترض يكون بس ثلاثه بس ثلاثه وهم عليك وقعلك البروجكت مانجمنت تماما تمام ايوه بالضبط كده ايوه انا مبسوط انه هنا يعني لازم نحدد ان شاء الله 3 يوم بس من داخله في اطاره جدا جدا ما في مشكله تمام طيب بس شايف لحد الان الجمعه مكتسحه ايوه يا رب الجمعة يعني ما في واحد عايز يسنيني انا لحالي قاعد اسد الخميس بدا يصر احنا محتاجين المشكله باب احنا لو استمرينا بكره اشتغلنا بكره الخميس هندخل في حاجات تانية هو شوفوا ما في حد يسمع اوف اسمعوا لحظه نقطه نظام انتوا اليوم بتاع الاوف ده انا حديكم كويز كبيره يعني ما حخليكم ساكت كده يعني ما المهم يكون في بريك يعني ما مشكله ايوه عشان ننتقل لمرحله جديده فانت لو احنا دخلنا في الكلام ثاني بكره جديد يوم الخميس بس انا نفس النقطه تحت اوكي في النص يعني ما حد يعمل فاصل بعدها اوكي جدا طيب بس المحاضره تكون مراجعه اذا الدكتور اذا الناس عارفين طيب الخبر على الناس اسامه دعمي مرتين اسامه ايوه اسامه انت ما معنى خيانات مرتين يا اسامه انا طلبت تشنج بس تشنج من لا تشنج بس لازم ابروفل لكن لازم اعمل ابروفل ما انا بس انك تعمل لي بروفين احنا
انا مع اي دول معاكم في اي حاجه ما عندهم مشكله. تعليق، انا ما من انصار انه يكون في كويز، لانه لو حيكون في كويز الناس حتحصل نفسها تقريبا في حاجه محدده، فاحنا عايزين نعمل مراجعه للكل يعني من البدايه لحد ما توقف. ايوه، وانا برضك معك في الموضوع المراجعه كلها برضك، ما مشكله راجعوا، لكن اصلا الدرس ده بكره عنده كويز، يعني ما 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 حخليكم بدون كويز، ما في درس بدون كويز. لا لا لازم لازم ما تقدر. ايوه، لانه لو ما في كويز يا شباب ما بتكونوا ما بكون عندكم ما ب... الواحد ما بكون يعني ديفيجن. ايوه بالضبط كده، فانا داير تكون يعني. ايوه بالضبط كده، وفي موتيفيشن للناس. روى قالت ما دايرين يوم اوف. ما عندنا شغل ثاني والله، حاجه اكيد المشكله. مش شايف الاراء اختلفت. طيب خلي الموضوع بعدين. هي واضحه لقيت ما هي واضحه يا جماعه فايزه. يا دكتور ياسين. ايوه المفروض يكون انت عندك حق الفيديو. يكون عندي حق. والله يا اخي ما ادري هو عقل عشان نحسم الموضوع ده، نحسم يعني، لانه كده حيتكلم حد ما يجيبه كده. والله يا اخي بس ما داير يعني نتكلم، حنلقى الخميس ده، وصلنا الخميس لانه الخميس قرب له بعد ساعتين بس. طيب عندنا طيب خميس بعد احسم لكم، احسم لكم الموضوع، احسموا الاوف بكره. ايوه حتى لو ما عايزين اقنع خلاص كويس. تمام تمام. بكره دي اللي هي امتين، الخميس ولا الجمعه؟ يعني بكره الخميس. لا الخميس ما خشش الساعه 2 صباحا في الخميس. يعني الليل الخميس يعني بعدين بالليل ما في لكشه حتكون يوم الجمعه. لكن في كويس صح؟ نتيجه الفوتنج هذيك لا في كويس. في كويس اوكي. نعم النتيجه بتاعت الفوتنج الجمعه حسب الجمعه يا جماعه. الخميس ولا الخميس ولا الجمعه؟ احنا مع الفوت الجمعه. الخميس اوكي. مع الفوت اوكي. الخميس الجمعه الفوتنج. الفوتنج الجمعه. الجمعه اي يوم اتفقوا ورسوا النتيجه في الواتساب. امبارح خلاص امبارح ما مشكله امبارح. حسب الفوتنج الغالبيه الجمعه. الغالبية جو. أوكي يعني سيسي بيجيتوا على شنين دون الجمعة الجمعة شو رابينهم. طيب ممكن هتعمل اسمه الدكتور ينزل على الجروب الخبر بشكل أوفيشال. طيب يا جماعة بس أنا عاوز أقول حاجة، أنا لما قلت بكرة أنا فاكرة إنه بكرة الجمعة اللي هو يعني بكرة الليلة الجمعة، يعني أنا ناسية. فأنا قصدي إنه يعني الليلة بما إنه إحنا وصلنا للمرحلة بتاعت الكلوزنج إحنا نجيب على كده يكون اليوم بكرة أوف أو الليلة أوف. الخميس. الخميس أنا قصدي. ممتاز ممتاز. ما إحنا ناس أنا عملت. بما إنه كل المراحل دي مع بعض كده إحنا راجع. ما عملت الظاهر يعني زول معايا السبت ما في. أسوأ السبت دي مستبعدة. أي والله تمام. بعيدة. ما أس كلها أبدي كله. بعيدة حنضيع وقت بعيدة. انتوا يا جماعة مش بروفيشنال سبيكي، مفروض على الكل على الفوت. على الفوت ايوه. طيب ما خلاص الموضوع يتحسب زي كده. نعم. يا دكتور اذا الناس حاسين مادة تقيلة عليهم، انا اديك اقتراح معلش انا. اذا في اذا الناس شايفين المادة ممكن بكرة يكون الناس يكون ديسكشن يعني ما في الجروب يكون ديسكشن بغيادة الاستاذ يدينا مثلا توري ريفريش الماده يعني للناس. اذا شايفين المواد الحاجات محتاجه تكون ديسكشن الناس تتناقش الشيء الفاضي. طيب رايكم شنو انتم؟ انا والله انا قلت لكم يا جماعه عشان كده انا ما تدخلوني في الحته بتاعت نايدي، انتوا تعالوا لي جاهزين قول لي والله يا اخي نحن عايزين كده. اليوم عشان بس مش فاهم من على الجروب. نعم مش في ادمن على الجروب. ايوه الادمن على الجروب خليه يدير الحوار ويجيب لك النتيجه جاهزه.
اوكي خلاص تمام 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 زي ما عمل على انه بالفوت بتاع جبال بتاع الزمن ممتاز. اوكي اوكي تمام خلاص اوكي تمام تمام جدا تمام يا شباب كتر خيركم. شكرا جدا يا دكتور. جزاكم الله خير يا دكتور وجزاكم الله خير يا دكتور. تسلم عليك في الايام الطيبه دي. الله يديكم العافيه. الله يخليك. الله يسلمك. شكرا جزيلا. مع السلامه.